مساء الخير يا دكاترة. النهاردة هنتكلم عن الانفيرتيليتي، والانفيرتيليتي دي من المواضيع اللي كلكم لازم تبقوا عارفينها، لانه انتوا كجي بيز هتشتغلوها كتير جدا، وقبل حتى ما تبقوا جي بيز وانتوا لسه في الكلية هتلاقوا ناس كتير قوي من اهاليكم وريلاتيفز وكده جاية تقولك انا متجوزة بقالي شهرين وما حصلش بريجنسي، انا متجوزة بقالي مش عارف قد ايه وما حصلش بريجنسي، انا وقفت رضاعة ولسه ما حصلش بريجنسي، انا شلت اللوب ولسه ما حصلش بريجنسي. فساعتها انت هتقول لها ايه؟ انت لازم الحاجات دي تبقى فاهم. انت في واحده جايه complaining of failure of conception، انت هترد عليها تقول لها ايه؟ فعلا this is a complaint، واحنا وشو start investigation، ولا تريشور ان ده لسه مش complaint دلوقتي وان احنا ممكن نستنى. فinfertility by definition ان هي failure of conception، يعني واحده عايزه تحمل او actually couple عايزين يحملوا ومش عارفين ان هم يحملوا. فكلمه infertility يعني failure of conception. بس failure of conception ليها تكملة، يعني ما ينفعش تكون الست هما متجوزين مثلا بقالهم سنة وبعدين هو بيشتغل في الخليج وهي قاعدة هنا، ما هو لازم failure of conception despite continuous marital life. ما هو ده منطقي، لان كتير قوي لما تجيلك تقولك انا بقالي سنتين وما خلفتش. طب هو جوزك فين؟ لا اصلا هو مسافر. ايوه يعني مسافر وهيجي امتى بس عشان تيجوا مع بعض؟ لا ما هو بينزل اجازة كل سنة اسبوعين. طب حضرتك يعني هو يعني هما بقالهم اسبوعين بس اللي شافوا بعض وان هو سافر مثلا؟ ففي حاجات كده لازم تبقوا انتوا، لان الست بتبقى متخيله انها اتجوزت فهي لازم تحمل، يعني طالما انه حصل ريليشن اتليست وانس خلاص يبقى هي لازم تحمل، ليه ما حملتش؟ فده بالنسبه لكلمه infertility اللي هو failure of conception despite continuous marital life. طب لو جات لك بعد شهرين من الcontinuous marital life، يعني اتجوزت وهو بقى لها شهرين وجايه لك دلوقتي هي وجوزها وبتقول لك ان احنا ما نفعش ان هو يحصل pregnancy، دي by definition تعتبر infertility؟ لا. ليه؟ failure of conception despite continuous marital life for one year. For one year. At least one year. One year for primary infertility. يعني she never had pregnancy before. One year. One year لو هي ما حصلهاش اي pregnancy قبل كده. أو two years لو هو حصل لها pregnancy قبل كده. مش حصل لها delivery. مش معاها بيبي. حصل لها pregnancy. ايه الفرق؟ يعني even لو كانت حصل لها once abortion قبل كده ده يعتبر pregnancy. طب ليه يعني ابورشن ده ما عندهاش عيال؟ يعني طب ليه استنى عليها سنتين؟ لانه كون ان هي شي جات بريجننت اصلا ده معناه ان هي وجوزها عندهم مشكله ولا ما عندهمش؟ مين بيقول عندهم مشكله؟ هي شي جات بريجننت بس شي ابورتد. فكده يبقى ابتدي انفستيجيشن افتر 1 يير ولا ابتدي انفستيجيشن افتر 2 ييرز؟ كده هم عندهم بروبلم ولا ما عندهم بروبلم اوف فيرتيليتي ولا ما عندهمش بروبلم اوف فيرتيليتي؟ مين بيقول ان عندهم بروبلم اوف فيرتيليتي؟ مين بيقول ما عندهمش؟ ليه عندهم problem of fertility؟ هم عندهم problem in having children بس هو due to fertility due to infertility، يعني عشان هم عندهم infertility ولا عندها abortion او recurrent abortion. ده it's another problem. لازم قوي نحدد هي المشكلة فين. هل المشكلة في الابورشن ان هي she got pregnant وبعدين she aborts، ولا المشكلة ان هي she never got pregnant؟ لانه في فرق جامد في الاتيولوجي، فبالتالي definitely في فرق في المانجمنت. يعني لما الاقي واحدة كانت بتجت pregnant لكن بتابورت، غير خالص لما الاقي واحدة انها ما حملتش اصلا. طب ما ليه ما الاتنين ليهم نفس النتيجة ان هما ما عندهمش عيال؟ ايوة بالنسبة لها نفس النتيجة بس بالنسبة لي الاسباب مختلفة. يعني هعمل هنا investigations لحاجة وهعمل هنا investigations لحاجة تانية خالص، مش كده ولا ايه؟ لان كونها ان هي she got pregnant حتى لو aborted معناها ان جوزها كويس، مفيش male factor of infertility، معناها ان هي كمان كويسه. يعني ايه كويسه؟ يعني مفيش tubal factor of infertility، ovarian factor of infertility، uterine، مفيش اي factor of infertility موجود. ده كده اكيد الاوفرز شغاله كويس وما بيحصل لها ovulation، اكيد ان هو التوب شغاله كويس وبيحصل open pick up، اكيد اليوترس بيحصل فيه implantation، لكن بعد كده بيحصل abortion. فانا اشوف ال causes of abortion وليس ال causes of infertility. يعني مش ممكن اقول لها ايه انت ايه ده مسقطه من شهرين، طب خلي جوزك يعمل لي سيمن اناليس. ما هو اكيد هيطلع كويس، امال يعني هي حملت ازاي؟ مش كده ولا ايه؟ طب اعملي لي انت test for ovulation. طب ما اكيد ovulatory، امال يعني حصل pregnancy ازاي؟ مش كده ولا ايه؟ اكيد التوبس برده كويسه. فبالتالي مهم ان احنا نعرف اولا هي primary ولا secondary infertility وليس ان هي recurrent abortion، لان في ناس كتير قوي بتخلط ما بين الانفيرتيليتي والريكيرنت ابورشن. الريكيرنت ابورشن ليها اسبابه اللي هناخدها في الاوبستريكس، لكن دي احنا بنتكلم على انفيرتيليتي ان هي she never got pregnant before. فلما تيجي الست تقول لك انا ما عنديش عيال، ايوه يعني ما حملتيش قبل كده خالص، يعني ما كانش فيه ولا سقط قبل كده؟ لا انا سقطت خمس مرات. خلاص
قصدي بقت ريكرنت ابورشن ما بقتش انفيرتيلتي. فدي ده من الكونسبتس المهمه اللي لازم تبقوا انتوا عارفينها عشان تبقوا انتوا تارجتنج هو هيبقى المانجمنت ايه، هو احنا هنعالج العيانه دي ازاي. يبقى لازم تبقوا عارفين هي البروبلم انفيرتيلتي ولا البروبلم ريكرنت ابورشن. يبقى infertility يعني failure of conception after one year of continuous marital life في primary infertility أو two years of continuous marital life في secondary infertility. في سؤال حد كده؟ طب عشان يحصل pregnancy المفروض يبقى عندنا ايه؟ هل ال infertility دي انت بتشوفها لوحدها ولا دي couple؟ لازم couple. زي بالظبط ما ممكن نتكلم بعد كده contraception ده برضو couple decision لان هما الاثنين بيcontribute. عشان كده برضو لما تيجي تاخد شيت اوف انفيرتيليتي لما ناخد البيرسونال هيستوري بتاع الفيميل وكمان نسالها على جوزها. بقيه الشيتس والكلينيكال شيتس اللي انتوا بتاخدوها الهيستوري تيكينج مش لازم خالص جوزها. لو جايه تشتكي من مثلا برولابس ولا بليدنج ولا انتينيتال تاب حاطه على كده انا مش فارق معايا جوزها خالص، لكن هيفرق معايا جوزها جدا لو هي جايه تشتكي من انفيرتيليتي او جايه سيكينج كونتراسبشن، لان دول كابل ديسيجن نمبر 1. والكابلز كمان كل واحد ليه انفستيجيشن او ليه ميثودز ممكن ان هو يستخدمها. فعشان يحصل فيرتيليتي او يحصل كونسبشن لازم يبقى عندي الميل كويس الانفستيجيشن بتاعته كويسه ما عندوش بروبلم والفيميل كويسه. طب الميل ايه الانفستيجيشنز اللي انا بعملها عشان اشوف اذا كان عندنا ميل فاكتور اوف انفيرتيليتي ولا لا؟ سيمن اناليسيس هو ده يعني ده نمبر 1 ده. بسم الله الرحمن الرحيم لو هو بيشتكوا من انفيرتيليتي لازم على طول انك انت تعمل سيمن اناليسيس. اولا لان الميل اسهل ان هو يبقى انفستيجيتد ويت فيري ايزي نون انفيزيف التست بتاع السيمن اناليسيس، فبالتالي مش ممكن ان هو احنا بنقول 40% من الكوزس اوف انفيرتيليتي دي تو ميل فاكتور و40% برده في ميل فاكتور. بصوا الميل واخد ايه هو ده بس خلاص، والفيميل ممكن تبقى اوفيريان فاكتور تيوبال فاكتور مش عارف بريتونيال فاكتور اندوميتريال او يوتراين فاكتور سيرفايكال فاكتور. وفي حاجه اسمها ان اكسبلينج انفيرتيليتي يعني باي اكسكلوجن بعد ما عملت كل الانفستيجيشنز دي لقيت انه ما فيش سبب معين ما فيش حاجه تمنع الخلفه فبنقول عليها ان هي ان اكسبلينج انفيرتيليتي. فاحنا عندنا الميل اسهل بكتير قوي قوي ان هو يبقى انفستيجيتد وان احنا نعمل له تست اللي هو ان ذا فورم اوف سيمن اناليسيس. السيمن اناليسيس ده ليه بريكويزيتس يعني لما تروح تكتب لها تحليل الزوج او سيمن اناليسيس او تقول له روح اعمل تحليل سيمن اناليسيس لازم يبقى فيه قبليها 3 دايز اوف ابستنس يعني ما يكونش فيه انتركورس لمده 3 ايام عشان تبقى فيه فوليوم اوف سيمن موجود بحيث ان هو يقدروا ان هو يعملوا عليه التست او الاكزامينشن اللي عايزين يشوفوها بتوع المعمل من الكاونت بتاعته والموتيليتي اخبارها ايه واذا كان في ابنورمال فونز ولا لا. فعشان كده يكون بس في بيريد اوف ابستنس يعني ما كانش فيه انتركورس ما كانش فيه يعني ايجاكيليشن لمده 3 ايام. فبتقول لهم بري ريكويزيت ان هو ما يبقاش فيه انتركورس او ما فيش ايجاكيليشن يعني لمده 3 ايام بعدين بيروح يعمل السيمن اناليسيس. بتبص على ايه في السيمن اناليسيس؟ موتيليتي. موتيليتي مهمه قوي لازم يبقى 100% موتايل سبيرمز. ايه رايكم هو احنا محتاجين موتيليتي قوي للسبيرمز دي؟ اه طبعا جدا. ده الديبوزيشن بيحصل في البوستيرو كورنس اوف الفاجينا والفيرتيلايزيشن بيحصل في الفالوبيان تيوب يعني لازم. وكمان خلي بالكم الديبوزيشن في الفاجينا هي الفاجينا دي اسيديك ولا الكالاين بي اتش؟ اسيديك. طب والسيمن اصلا اسيديك ولا الكالاين؟ الكالاين يعني هو اصلا ديبوزيتد في انفيفربل انفايرمنت فما ينفعش ان هو يفضل فيه كتير يفضل في الانفايرمنت ده كتير والا يموت السبيرمز اللي موجوده. فبالتالي لازم immediately يبقى فيه موتيليتي واكتف فورورد بروجريسيف موتيليتي يعني جريد 1 موتيليتي او موتيليتي كويسه قوي بتاعه السبيرمز عشان تقدر ان هي تسيب الفاجينا وثرو ذا سيرفيس وثرو اليوتراين كافيتي وبعدين تروح في الفالوبيان تيوبس عشان يحصل فيرتلايزيشن انسايد ذا امبوليري بارت اوف ذا فالوبيان تيوب. فديفنتلي انت عايز فيري good motility او بنقول عليها grade 1 motility او active forward progressive motility. السلاجش motility او اللي هي مش عارف slow motility او مش عارف ايه الحاجات دي مش هيحصل منها fertilization لان دي هتفضل قاعده مكانها كده في الفاجينا motility خفيفه كده لحد ما تموت عشان الانفايرمنت مش favorable ده acidic environment وهي محتاجه اساسا alkaline environment عشان ان هي تفضل عايشه experience. فبالتالي في السيمن اول حاجه طبعا هو alkaline pH وبعدين بنبص على الموتيليتي لازم at least 50% of the sperms يبقوا active for progressive motility. ايه تاني ببص عليه غير الموتيليتي؟ السبرم مكون النمبر الكاونت الكاونت بتاع السبرمز لازم يبقوا قد ايه؟ هتعرف 15 مليون بير مليليتر
خلي بالكوا فيرم ليتر دي مهمه قوي، لان ممكن يبقى الفوليوم اوف سبيرمز او سيمن سوري الفوليوم بتاع السيمن او السامبل اللي هو اداها 3 مللي 4 مللي 5 مللي وات ايفر، احنا بنشوف في المليليتر قد ايه. يعني لو قال لك ان هو 15 مليون بير سامبل اللي هو بير 5 مليليتر، يعني كده المليليتر فيها قد ايه؟ يعني هو الفوليوم 5 مللي، واحنا بنقول مينيمم، احنا مش ده مش الماكسيمم على فكره، ممكن يبقى 100 مليون 200 مليون براحته يعني، بس هو المفروض المينيمم عشان يحصل نورمال فيرتلايزيشن كويس ان هو يبقى 15 مليون بير مليليتر، 15 مليون بير مليليتر. طب هو لو قال لك ان هو بير سامبل او بير توتال فوليوم كان كام؟ انا قلت 15 بير توتال سامبل، والسامبل كانت كام؟ 5. يعني هو كده بير مليليتر قد ايه؟ طب ده اكسبتبل؟ لا ده مش اكسبتبل، مش اكسبتبل فور نورمال فيرتلايزيشن، خلاص مش اكسبتبل فور نورمال بريجننسي. خلاص طبعا ممكن يحصل منه حمل بس طرق اخرى، لكن فور نورمال بريجننسي اند نورمال فيرتلايزيشن انك انت ما تتدخلش، لا مش اكسبتبل. المينيمالي اكسبتبل بال دبليو اتش او اللي هو بيبقى 15 مليون بير مليليتر، فبنبص على الكاونت يبقى 15 مليون بير مليليتر، بنبص على الموتيليتي اتليست 50% اكتف فور بروجريسيف موتيليتي، بنبص برده على حاجه اسمها ابنورمال فورس. هو السبيرم متكون من ايه؟ في عندنا هيد مش كده وناك وتيل صح كده؟ ساعات بيبقى في سبيرمز فيهم دبل هيد دبل تيل مش عارف، يعني فيهم ابنورمال فورس. اكسبتبل اه اكسبتبل بس لحد مثلا 50% 70%، يعني دلوقتي لحد 70% ابنورمال فورس. اوكي يبقى بس على الاقل عندنا نورمال مورفولوجي في 30% عشان نقول ان هو ممكن يحصل منه نورمال بريجننس. طب الحاجات الابنورمال فورمز دي اللي هو ال 70% اللي طلعوا ابنورمال فورمز دول لو حصل منهم فيرتلايزيشن يحصل منهم ايه؟ كونجنتال ابنورماليتيز. ايه رايكم؟ ابورشن بالظبط كده. لما نيجي نتكلم على الابورشن افتكروا دي كويس قوي، انه اكتر من 25% من الحالات اللي بيحصل منهم سبونتينيس ابورشن سبونتينيس ابورشن ديو تو كروموزوم الانوماليز او ابنورمال في السبيرم او في الـ في الـ في الاوفم. خلاص جت الاوسايت ابنورمال فيها حاجه ابنورمال او السبيرم نفسه كان فيها حاجه ابنورمال، لانه اكسبتبل في النورمال سيمن اناليسيس ان هو يبقى عندنا 70% ابنورمال فورمز. لو حصل منهم فيرتلايزيشن ده بيحصل لها بدري بدري سبونتينيوس ابورشن، ودي من رحمه ربنا بدل ما البيبي يكمل ويبقى في كونجنتال اناماليز وكده. فدي من الحاجات المهمه جدا اللي لازم تقولها للست لو جات لك كومبلينينج او مره حصل لها ابورشن. عادي 25% من الستات لما يكملوا ممكن قوي يحصل ابورشن عشان كان السبيرم ده ابنورمال او كانت الاوفم دي ابنورمال. طيب نرجع تاني للانفرتيلتي مش الابورشن دلوقتي، احنا بنتكلم على الانفرتيلتي وقلنا ان هي فيلير اوف كونسبشن فور 1 يير اوف كونتينوس ماريتال لايف في البرايمري او 2 ييرز اوف كونتينوس ماريتال لايف في السكندري انفرتيلتي. وقلنا ان هو ممكن تبقى ميل فاكتور اوف انفرتيليتي في ميل فاكتور اوف انفرتيليتي او ان اكسبلايند انفرتيليتي. الميل فاكتور اوف انفرتيليتي ده 30 ل 40%، الفيميل برده 40%، والان اكسبلايند بتبقى تقريبا 10 او 15% ان اكسبلايند يعني من غير سبب خالص، وبرده كومبلينينج هم اوف انفرتيليتي. مسكنا الميل وقلنا بنعمل له سيمن. طب قبل ما اعمل له سيمن هو ايه السبب اللي ممكن يخليني اشوف انه السيمن اناليسيز ممكن يبقى وحش؟ ايه الاسباب اللي ممكن تخلي السيمن اناليسيز يبقى مش كويس؟ ايه رايك؟ سموكينج، سموكينج نمبر 1. انتوا متخيلين نمبر 1 سموكينج يأفكت الموتيليتي بتاعت السبيرمز، فنمبر 1 الموتيليتي والكاونت سبرماتوجينسيس اصلا، فالسموكينج ده نمبر 1 فمهم قوي. هو انت بتدخن؟ هو جوزك بيدخن يا مدام؟ يعني مهم قوي حتى لو هو ما بطلش بس يبقى عارف ان ده كوز. ما انت هنا وظيفتك انك بتبين لهم الاسباب وهم حرين، عايز يبطل مش عايز يبطل هو حر، بس لازم سموكينج دي نمبر 1 تبقى في ذهنك وتقولها لهم. ايه تاني اسباب اللي هو لما تاخد هيستوري كده منهم تشك ان هو ممكن يبقى عنده السيمن اناليسيس ما يبقاش كويس؟ ممكن يبقى بياخد سام فورم اوف ميديكيشن تبقى مؤثره بالذات السايكوتروفيك الانتي ابلاتيك الحاجات دي. ايه تاني؟ اوكيبيشنال بالظبط كده، في اوكيبيشنز لو هو درايفر لو كده اللي هما بيبقوا فيهم هيت، وطبعا السبرماتوجينيسيس محتاجه ان هو ما يبقاش فيه هيت كده كبيره بدليل كده ان التستكلز موجوده بره البادي مش 37 درجه حراره، لازم تبقى بره عشان ما يبقاش فيه هيت، لان الهيت دي بتاثر على السبرماتوجينس. فهو اللي بيشتغل مثلا في فورن درايفر بتاع كده حاجات من الاوكيبيشنز اللي هي فيها هيت اكسبوجر تو هيت كتير فتافكت السبرماتوجينيسيس برده لازم تبقى في بالنا. ايه كمان؟ يعني ممكن سايكولوجيكال بس بياخد يعني ميديكيشن او كده، يعني احنا بنتكلم في اورجانيك اه لو كان انفكشن ريكارنت انفكشن زي الاس تي ديز الاطفال اللي بيجي لهم مامس بيبقوا
خايفين قوي امهاتهم كده من مامس اوركايتس اوركايتس سيناتس كيكلز، لاحسن ان هي بتافكت سبرماتوجينسيس بعد كده بيرمنت بيرمنت افكشن. لو عمل اوبريشن مثلا بتاعه هرنيا ولا حاجه وحصل اوبليتريشن او افكشن للفاس ديفرنس، فبالتالي ما بقاش في ترانسبورت للسبيرمز من التستيكلز لحد بره. يعني في كده بتاخد منه هيستوري اوف اكسبوجر تو انفكشن تو تروما تو اوبريشنز، تيومرز كانت موجوده عنده التستيكلز، ماشي هناخد الهيستوري بتاع كل ده. لكن اكتر اسباب زي ما قلتوا اللي هو نمبر 1 سموكينج، نمبر 2 uncontrolled diabetes، فلازم تبقى انت تساله انت دايابيتك ولا لا، لان الدايابيتس بير سي غير ان هي ممكن تعمل نيورولوجيك افكت وامبوتنس وده برده هيعمل فيلير اوف ديبوزيشن، لكن الدايابيتس بير سي ممكن تافكت برده السبرماتوجينسيس والهرمون، لان هو برده عندهم اكسس اللي هو هايبوثالامو هايبوفيزيال تستيكولر اكسس، خلاص زي هايبوثالامو هايبوفيزيال اوفيريان اكسس بتاع الهرمونز عند الفيميل، فبرده الانكنترول دايابيتس تافكت. والباريكوسيل طبعا عشان الهيت، لو هو عنده باريكوسيل فده برده بيزود الهيت والتمبرتشر حوالين التستيكلز، فممكن قوي ان هو يجي لنا بعد كده بفيلير اوف يعني جود كواليتي اوف سيم. فدي الحاجات الايتيولوجيكال فاكتورز اللي لازم تبقى في ذهنكم، لان دي مور كومن، دي مور كومن، فدي اللي لازم تبقى في ذهننا اكتر مثلا ما افكر على سيمينوما ولا مش عارف ايه، لان هو رير. لكن الايتيولوجيكال فاكتورز الفيري كومن بالترتيب ده اللي هو سموكينج دايابيتس انكنترول دايابيتس وفاريكوسيل. لكن طبعا لو جيت تبص على سيمتومز ممكن يديك هيستوري اوف اكسبوجر تو مثلا مامس اوركايتس وهو صغير، عمل تروما تشوما جلاله تشومر مش عارف ايه كل الكلام ده ممكن قوي. ممكن برضو يديك هيستوري اوف امبوتنس او بريماتشور ايجاكيليشن، طالما في امبوتنس يبقى فيلير اوف ديبوزيشن، برضو بريماتشور ايجاكيليشن ممكن ما يكونش في ديبوزيشن في الفاجينا، فبالتالي برضو يعمل لنا سام فورم اوف انفيرتيلتي. فده بالنسبه للاسباب. واحنا قلنا السيمن اناليسيس بنبص فيه على الكاونت، لازم الكاونت يبقى ايه 15 مليون بير مليليتر، والموتيليتي الاكت فور بروجريسيف تبقى في قد ايه 50%. طيب والابنورمال فورم ماكسيمم اكسسبل قد ايه 70%. بالظبط دي الحاجات اللي احنا بنبص عليها. طب افرض ان الكاونت كان اقل من 15 مليون بير مليليتر، بنقول عليه ايه؟ لو الكاونت قليل بنقول عليه ايه؟ هايبوسبرميا. هايبو يعني الديبوزيشن بعد عن بعض، وده ما مش زي السايكلز. اوليجو كميه لما تبقى قليله نقول عليها اوليجو، اوليجو سبرمي. يعني لو لقينا الكاونت اقل من 15 مليون بير مليتر هتلاقي في السيمن اناليسيس كده تحت الريبورت بيقول لك اوليجو سبرمي. فحتى لو بصيت على الكونكلوجن بعدين بعد كده بصيت انت بقى على السبرم السيمينوجرام بتاعه، فهتلاقي الكلمه تحت اوليجو سبرمي، يعني هتبص على الكاونت لان فعلا كان اقل من 15 مليون بير مليتر. طب لو في عندنا abnormal forms كتيره هيبقى الكونكلوجن هيقول لي انه عنده ايه؟ لو abnormal forms abnormalities يعني لو في anomalies بنقول عليها ايه؟ تيراتو دي اسمها فرج او تيراتو. تيراتو اللي هو الابنورماليتيز، حتى تيراتوجين اكسبوجر تيراتوجين تعملينها كانت anomalies كده. فلو abnormal forms عاليه اكتر من 70% هتلاقي ان هو كاتب لك تحت تيراتو سبيرمي. طب لو الموتيليتي افكتد ويك سبيرمز، فالموتيليتي بتاعتهم افكتد ويكنس اثينو بالظبط كده، ويك يعني اثينو، فتلاقي تحت كاتب لك اثينو سبيرم، فممكن يكتب لك تحت الكونكلوجن نورمال سبيرمز، او يكتب لك تيراتو سبيرميا اثينو سبيرميا اوليجو سبيرميا اوليجو اثينو تيراتو اوليجو تيراتو، يعني وات ايفر السيمن اناليسيس ده كان فيه ايه. فالكونكلوجن هيقول لك مثلا ده اوليجو سبيرميا، تعرف ان هو العدد قليل الكاونت، تيراتو سبيرميا يبقى ابنورمال فورمز كتيره، اثينو سبيرميا يبقى الموتيليتي افكتد. فده بالنسبه للسيمن اناليسيس. في سؤال في السيمن اناليسيس يا دكاتره؟ في حاجه اسمها ازوسبرميا. يعني ايه ازوسبرميا؟ الكاونت ماله؟ زيرو بالظبط كده، زيرو مفيش سبرم. لو لقيناه واحد اسمه اوليجوسبرم، لكن زيرو سبرمز، زيرو سبرمز يبقى ازوسبرميا. ازو يعني مفيش سبرم. طب امال ايه ازوسبرميا؟ مفيش مش سبرم، سيمن. خلاص لو مفيش سبيرمز، ما هو السبيرمز دي بتبقى موجوده في السيمن اللي هو بيطلع من البروستات والسيمينال فيزيكلز وكده كان نيوترنت. خلاص ففي فلويد وفي سبيرمز في الاورجنز، فلو مفيش سبيرمز والفلويد ده فاضي كويس ده بنقول عليه ازوسبيرميا، لانه مفيش زيرو سبيرمز فهو اسمه ازوسبيرميا. لكن لو مفيش اساسا الفلويد اصلا مش موجود وبالتالي طبعا مفيش سبيرمز، يعني مفيش حاجه بتطلع خالص، ده اسمه ازوسبيرميا، مفيش حاجه خالص ازوسبيرميا. فازوسبيرميا يعني مفيش السيمينال فلويد نفسه كمان. والازوسبرميا اللي هو لو جيت تعمل يعني اندر ذا مايكروسكوب خدت السامبل دي وبصيت عليها تحت المايكروسكوب هتلاقي زيرو كاونت، مفيش سبيرمز خالص في الفوليوم اللي انت خدته او السامبل اللي انت اخدته. فده الفرق بين كلمه ازوسبرميا واسبرميا.
طب لو هو لقيته ازو سبيرميك ده معناه ايه؟ هتقول لهم انت ما فيش سبرماتوجينيسيس خالص فانتوا كده ما هو زي اكنها الفوليكلز ما فيش خالص فكده بالتالي هيحصل بريجنسي ولا لا؟ لا فهتقول لهم كده يعني هي دي الديسيجن بتاعتك او يعني الانتربريتيشن بتاعتك ولا ليها حاجه ثانيه؟ هيبقى في فوليوم مش كده ولا ايه؟ ممكن تلاقي فيه شويه كاونتس. احنا بنقول ليه 3 دايز؟ عشان تكون خدت الماكسيمم الباتر كواليتي بس كواليتي بتاعت السبرم. لكن لو هو ما كانش فيه 3 دايز اوف ابسنس اكيد هتلاقي سم فورم اوف كاونت وكده بس هتلاقي الفوليوم قليل لان ما كانش فيه بيريد اوف ابسنس. لكن انك تلاقي ازو سبرم ده معناها ايه؟ ازو سبرم مفيش خالص. كلمه ازو سبرم هل معناها ان فيلير اوف سبرماتوجينيسيس؟ يعني اكيد فيلير اوف سبرماتوجينيسيس ولا ليها ممكن سبب اخر؟ اه في اوبستراكشن بالظبط كده. ممكن يبقى في اوبستراكشن الباس ديفرنس في اوبستراكشن فبالتالي ما بقاش في السامبل اللي اديها لي في الاخر دي ما كانش فيها. لكن مش معناها ان لازم التستكلز ما تكونش بتكون. ممكن التستكلز تكون بتكون بس في فيلير اوف ديبوزيشن في اوبستراكشن للفلو اوبستراكشن الفلو زي بالظبط في الامينوريا والتريبتومينوريا. ممكن تكون الاندوميتريوم كويس ممكن يكون تستكلز كويسه بس ما فيش الاوت فلو تراكت في اوبستراكشن. طب تفرق بينهم ازاي؟ هل لازم افرق بينهم ولا الاثنين واحد؟ مين بيقول لازم افرق؟ ليه لازم افرق؟ عشان عادي ايوه لان هيختلف. في واحد عنده سبيرمز فممكن قوي ياخد من التستكلز السبيرمز دي ويحصل بريجننسي لكن الثاني مهما خدت من التستكل ما هو مفيش سبيرمز هيحصل بريجننسي ازاي؟ فطبعا لازم افرق. افرق ازاي؟ ازاي اقدر اقول ان انت ان هو الكابلز دول هو عنده فيلير اوف سبرماتوجينيسيس ولا ات از جاست اوبستراكشن؟ افرق بينهم ازاي؟ تستيكلر بايوبسي بالظبط كده. ان انا اخد تستيكلر بايوبسي كويس اندر لوكال انستيزيا ياخدوا حاجه كده يعني زي كور نيدد كده كور من التستيكلز يشوفوا اذا كان هو فيها سبيرمز ولا ما فيهاش. لو لقينا فيها سبيرمز يبقى هو ده فيلير اوف يعني ده اوبستراكشن بس. لكن لو لقينا مفيش سبيرمز خالص في التستيكلر بايوبسي اللي احنا خدناها يبقى معناه ان هو فيلير اوف سبرماتوجينيسيس. فمهم طبعا ان انا افرق بينهم اذا كان هو ازو سبيرميك ديو تو فيلير اوف سبرماتوجينيسيس ولا ازو سبيرميك ديو تو فيلير اوف ديبوزيشن وهي عندنا اوبستراكشن. دكتور هو اللي عنده اوبستراكشن اسبرميا ولا ازو سبيرميا؟ لا السيمن ممكن ان هو السيمن فلويد ممكن ان هو يبقى موجود فممكن يبقى عنده اسبرميا فهيجيب سيمن سيمن فلويد بس لما تيجي تعمل له اكزامينشن هتلاقي ان هو ما عندكش خالص يعني هتلاقي السيمن الفازيكل مش اوبستراكتد الفاز هو اللي اوبستراكتد فلما يبقى الفاز اوبستراكتد ده مش هيبقى فيه سبيرمز لكن لو السيمن الفازيكل ما هي شغاله وفي الضغط بتاعتها موجوده فهتلاقي فيه سيمن فلويد موجود لكن ما عندكش من الفاز من التستيكلز يعني هو ممكن كده او كده على حسب مكان الاوبستراكشن على حسب الاوبستراكشن هو لو عندنا فاز اوبستراكشن هو اللي هيبقى عندك فيه از سبيرم. اوكي ده بالنسبه للانفستيجيشنز اللي بنعملها طبعا سيمن اناليسيس نمبر 1 لو لقيت ان السيمن ده فيه ازوسبيرميا يبقى انت محتاج تعمل تستيكلر بايوبسي عشان تكونفيرم اذا كان ده فيلير اوف ديبوزيشن ولا اذا كان ده عندنا فيه مشكله في السبرماتوجينيسيس. انت ما هو على حسب انت لو عندك فلويد يبقى ما فيش اسبرم هو هو ما فيهوش سبرم يعني يبقى اسمه ازوسبرم. لو ما عندكش فلويد خالص هو ده اللي بتقول عليه اسبرم. اوكي طيب يبقى ده بالنسبه ليه. طب في انفستيجيشن ثانيه او لو لقينا في فاريكوسيل مثلا او شكيت في فاريكوسيل او في هو بيقول لك عندي فاريكوسيل طبعا ساعتها هتحوله الاندرولوجي. ده انت لو دكتور نسالك لو انت جي بي لا انت هتعمل له برضه اكزامينشن تشوف لو لقيت فيه فاريكوسيل يبقى ساعتها هتقول له اعمل لي دوبلر عشان نشوف فعلا التمبريتشر عاليه وكده ده مأثر على السبرماتوجينيسيس بتاعت التستيكلز ولا لا. فدي الانفستيجيشنز اللي احنا بنعملها نمبر 1 طبعا سيمن اناليسيس وده برايمري ورك اب اوف انفيرتيليتي. التستيكلر بايوبسي دي مش برايمري ورك اب يعني انت لو لقيت ان هو ازوسبيرميك هتحوله لسنتر بتاع فيرتيليتي وتقول لهم كيس اوف ازوسبيرميا فور يور كاين كير فور تستيكلر بايوبسي فور وات ايفر. لكن انت رول بتاعك كبرايمري كجي بي ان هو بتعمل سيمن اناليسيس بلس انتربريتيشن اوف ذا سيمن اناليسيس. يعني ايه انتربريتيشن؟ يعني افرض انك انت لقيت الكاونت بتاعه 5 مليون 10 مليون هتعمل ايه؟ هتقول له ايه؟ هل ليك رول كجي بي انك انت هتعمله؟ طبعا لما اقول لكم رول كجي بي انا قصدي ان هو ما احنا الامتحان كلينيكالي اورينتد فبالتالي دي ممكن يجي اسئله في الحته دي برده. لكن لو حاجه مش السكوب بتاعك لانه ده مش جي بي ساعتها لا فانا دي الترجمه بس انا ما يعني ما انتم مش المفروض بس تبقوا اكزام اورينتد ما هو المفروض تبقوا كلينيكالي اورينتد هو الامتحان كلينيكالي اورينتد برده. فانت لو لقيت ان هو السيمن اناليسيس بتاعه 10 مليون هتقول لهم ايه؟ يعني انت كجي بي مالكش رول؟
ناخد اسئله. ايوه ازاي هيستري بالظبط كده؟ ادي لهم يعني لو هو بيسموك يبقى ستوب سموكينج، لو هو دايابيتيك ان كنترول كنترول الدايابيتس ممكن تدي له فيتامينز اند انتي اوكسيدنتس عشان يحسنوا الكواليتي اوف سبيرمز والنمبر اوف سبيرمز. وبتمشيه على القصه دي لمده قد ايه؟ هو السبرماتوجينيك سايكل بتاخد وقت قد ايه يا دكاتره؟ حد يعرف؟ 90 يوم بالظبط، 3 شهور. فبتمشيه على التريتمنت ده 3 شهور، 3 شهور يعني اتس شور بيريد اوف تايم، 3 شهور وبيعيد السيمن. لقيته اتحسن خلاص خير وبركه مش محتاج تريفير، لقيته لسه برده ما اتحسنش خلاص ريفير لفيرتيليتي سنتر. اوكي، فانت الرول بتاعك كجي بي يتوقف عند هنا، انك انت بتشوف السيمن اناليسيس وبتعمل له انتربريتيشن. لقيت ان هو بس الكاونت قليل، موتيليتي قليله، مش عارف ايه، بتقول له ان هو يبطل تدخين، يكنترول الدايابيتس، تدي له شويه انتي اوكسيدنتس، فيتامينز، كلام من ده، ويعيد السيمن اناليسيس تاني بعد 3 شهور، اتحسن اوكي، ما اتحسنش يبقى ساعتها ريفير تو فيرتيليتي سنتر. في سؤال بالنسبه للميل؟ طب نيجي بقى للفيميل. الفيميل عشان يحصل conception انت محتاج مين اللي يبقى كويس؟ بداية من فوق لتحت. ها؟ لا على فضله. اوفري، اوفري ده عشان يبقى كويس لازم هايبوثالامس وبيتشتري اوفري. يبقى احنا لو بنتكلم على اوفري يبقى عندي هايبوثالامس وبيتشتري، هايبوثالامو هايبوفيزيال اوفريان اكسس يبقى كويس. ده نمبر 1 عشان يحصل من الاوفري ده اوفيليشن. بالظبط كده، عشان يحصل من الاوفري ده اوفيليشن. لو اوفيريان فاكتور اوف انفيرتيليتي يبقى هي الاوفيريان فاكتور اوف انفيرتيليتي هتبقى اسمها انوفيليشن. بالظبط كده، انوفيليشن. يبقى هو الايتيولوجي بتاعنا بتاع الاوفيريان فاكتور هيبقى انوفيليشن. الانوفيليشن دي وذر كان ديو تو هايبوثالاميك كوزز، بيتيوتري كوزز، اوفيريان كوز. ايه هما الهايبوثالاميك كوزز اوف انوفيليشن؟ خدناها قبل كده. كونجنتال اللي هو مين؟ كالمان سيندروم. وايه كمان؟ سايكولوجيكال وستريس وانكزايتي والكلام ده. وثالث حاجه الدراجز. بالظبط كده، والميديكيشن بتاخدها. فهو الانوفيليشن لازم تتاكد منها. يعني اقفل انها بتقول لك انا ماشيه على انتي سايكوتيك ميديكيشن، خلي بالك دول ممكن يعملوا انوفيليشن، انا اصلي ستريس قوي كده، هو ده ممكن يعمل. يعني مهم ان احنا نبقى عارفين الكوز. يعني هو كده هو انوفيلاتري ولا اوفيلاتري؟ لو احنا في الاوفيريان فاكتورز اوف انفيرتيليتي يبقى ممكن يبقى هايبوثالاميك كوزز الثلاثه اللي احنا خدناهم قبل كده، او بيتيوتري اللي هم مين؟ البرولاكتينوما ادينوما. تيجي تقول لك انا مش عارفه اخلي بس كمان عندي جلاكتوريا، يعني تفكر على طول وتشوف ان هو يكون عندها مايكرو او ماكرو ادينوما، فتعمل لها برولاكتين ليفل، ممكن تعمل لها سي تي عشان تريجين هي تاني الاوفيليشن. ايه كمان اسباب؟ يعني كان هايبوبيتيوتريزم زي مثلا شيهان او كده، او امتي سيلا سيندروم. فانت لازم تبقى في بالك الاسباب اللي هي عليها هتعمل انفستيجيشن وبالتالي يترتب عليها المانجمنت. فيبقى الاوفيريان فاكتورز اوف انفيرتيليتي اللي هي انوفيليشن، كلمه اوفيريان فاكتور اوف انفيرتيليتي بقى هي عندها انوفيليشن. انوفيليشن دي تو ايه؟ يا اما هايبوثالاميك كوزز الثلاثه اللي احنا عارفينهم، او بيتيوتري كوزز برده الثلاثه دول، او اوفيريان زايت ال بي او اف سي سي او وبي ماتشور اوفيريان. بالظبط كده. غالبا مين من دول تفتكروا كده اللي هي هتبقى الموست كومن اللي احنا هنقابلها؟ بالظبط، هي الموست كومن اللي احنا هنقابلها في القصه دي هي. طبعا التيرنر مش هتجي لك بتاعه انفيرتيليتي، دي هتيجي بمشاكل اخرى كثيره. كويس، برده بريماتور اوفيريان فيلير هي غالبا خلفت وحملت وكل حاجه بس جايه لك بمنفوزل سيمتومز، يعني مش منطقي ان هي اول كامبلين ليها يبقى انفيرتيليتي. كويس، والثالث واحده اللي هي بي سي او الانوفيليشن، دي اللي ممكن فعلا الموست كومن كوز اوف انوفيليشن حتى من الهايبوثالاميك والبيتيوتري والاوفيريان كله على بعضه من التسع كوزز دول هو الموست كومن هو البي سي او، هو البي سي او. عشان كده لما بنتكلم قوي على انفيرتيليتي على طول اوفيريان كوز اوف انفيرتيليتي على طول بنترجمها لبي سي او، بالرغم ان هي ممكن يبقى ليها اسباب اخرى، لان ممكن يبقى ليها هايبوثالاميك كوزز وبيتيوتري كوزز واوفيريان كوزز، بس بنترجمها بي سي او. ليه بنترجمها بي سي او؟ عشان دي الموست كومن، باي فار ذا موست كومن اوفيريان كوز اوف انفيرتيليتي، او ذا موست كومن كوز اوف انوفيليشن، موست كومن كوز اوف انوفيليشن هي البي سي او. فده بالنسبه للكوزز بتاعه الاوفيريان. طب انت هتسالها لها ازاي اذا كنت انت عايز تعرف اذا كانت هي باي هيستري وانتوا الاثنين كده قاعدين قدام بعض، عايز تعرف اذا كانت هي عندها اوفيليشن ولا ما عندهاش؟ هتسالها على ايه؟ هتسالها على ديسمينوريا. هاي لان هي لو هي بيجي لها سبازماتيك ديسمينوريا ده معناه ان هي اوفيلاتري ولا انوفيلاتري؟ تورز، يعني ايه؟ تورز ان هي اوفيلاتري. ايه كمان؟ سالها على ايه تاني؟ سايكلز ريجولر ولا لا؟ لو كانت السايكلز ريجولر ده تورز اوفيليشن ولا انوفيليشن؟ اوفيليشن طبعا، لا غير لو كانت سايكل از ريجولر تبتدي انت تفكر هي انوفيلاتري ولا ايه؟ ايه كمان؟ سالها على ايه تاني؟
اه في ديسشارج بيبقى فيري سبيسيفيك اللي هو ادزميت سايكل اللي هو بيبقى اكسسيف ووتر ديسشارج اللي بيعمل لنا بوزيتيف ثريد تيست او بوزيتيف شبين باركايت تيست اللي هو ستريتشابيلتي تيست وبوست فيرن وكده. فتسالها اذا كان عندك ميت سايكل ديسشارج ايه كمان سنها فندم سنها مهم طبعا السن لان كل ما تبقى كبيره كل ما هتبقى دخلت في انوفيليشن ماشي. ايه كمان بين اذا كان بيجي لها في ميت سايكل برضو ميت سايكل بيحصل لها ثلاث حاجات ميت سايكل بين اللي بنقول عليه مثل تشمارس مثل يعني في النص بالالماني تشمارس اللي هو البين. فاذا كان عندها مثل تشمارس بيجي ولا لا ميت سايكل بين اللي هو بتاع الاوفيليشن بتاع الاوفيليشن فبيحصل ميت سايكل بين ميت سايكل ديسشارج اللي هو بتاع الاستراديول العالي كويس وميت سايكل سبوتنج عشان ال اتش سيرج اللي بيطلع وينزل مره واحده ده ممكن يعمل لها سبوت خلاص. فثلاثة بيحصلوا في الميت سايكل هو ميت سايكل بين سبوتنج اند ديسشارج. طبعا مش لازم ثلاثة يبقوا موجودين بس دي كلها سيمتومز سجستيف اوف اوفيليشن سيمتومز سجستيف اوف اوفيليشن هو ميت سايكل بين سبوتنج اند ديسشارج. ثلاثة في السايكل ان جنرال اللي هو زي ما قلتوا ريجولر سايكلز سبازموديك ديزمينوريا وبريمنسترال تنشن لان البريمنسترال تنشن ده سيندروم او البريمنسترال من ضمنها ماستالجيا ده بيجي لو عندنا بروجستيرون وطالما ان بقى في كلمه بروجستيرون يبقى هي اوفيلاتري ولا انوفيلاتري يبقى اوفيلاتري بالظبط كده. فاحنا بنسال على ايه سيمتوم سجستيف اوف اوفيليشن ده اللي انت بتساله في الشيت مش حاجه اسمها كتاب شيت خالص هو انت بتبقى عارف الموضوع دخلت على كيس انفيرتيليتي انت عارف هتساله على ايه عشان تعرف هي سجستيف اوف اوفيليشن ولا لا اوفيريان فاكتور ولا لا. فهتقول لها تسالها هيستوري بيجي لك الدوره منتظمه يا مدام طب يجي معاها وجع طيب قبلها بيبقى في وجع في صدرك طب في نص الدوره كده ممكن ينزل عليكي نقط دم طب يبقى في افرازات كتير بتنزل عليكي طيب بيبقى في وجع في نقط كده يعني تسالها على الست حاجات دول ودول بيبقوا سجستيف اوف ovulation لو هم موجودين لو مش موجودين suggestive of an ovulation بس طبعا لازم to be confirmed. ازاي بتconfirm ال ovulation لان خلي بالك حتى كل ده عايزين كلمة ovarian factor يعني هل فيها ovulation ولا ما فيهاش. How to confirm ovulation ايه الحاجات اللي احنا عارفينها تقول ان العينة دي ovulatory investigation progesterone هاي اللي بنعمله في اليوم الكام ال 21 المفروض يبقى الليفل بتاعه ايه اكتر من 5 نانوغرام بير مليليتر اكتر من 5 بيانديكيت اوفيليشن. امال اكتر من 10 ده ايه؟ طب من 5 ل 10 ده ايه؟ من 5 ل 10 ايوه اللي هو اليوتيل فيز ديفكت اليوتيل فيز ديفكت اليوتيل فيز ديفكت كون ان انا قلت اليوتيل يعني هي شي اوفيليتد ولا لا اوفيليتد طبعا بس عندها اليوتيل فيز ديفكت لان نورمالي اليوتيل فيز بتاخد فيكس تايم اللي هو 14 يوم خلاص. لو اخدت وقت اقل من كده بنسميها اليوتيل فيز ديفكت فنبقى عارفين ان هي عندها اليوتيل فيز ديفكت. ايوه يعني تحمل ولا ده اوفيريان فاكتور؟ تحمل طبعا تحمل بس لما تحمل خلي بالكم ان دي ممكن يجي لها ثريتند ابورشن لان ذا اوت اوف بروجستيرون سيكريتد بيبقى قليله كميه او ديوريشن فبالتالي مش بيقدر يمينتين بس اليوتيل فيز اللي هي 14 يوم فما بالك الفيرست تراماستر كله اللي هو بيبقى مينتيند من الكوربس لوتيم لحد ما البلاسينتا تتكون وتيك اوفر. فبالتالي لو انت بتعمل انفستيجيشنز ولقيت انه البروجستيرون ليفل طلع 7 نانوجرام بير مليلي هتقول لها هي بتعمل ورك اب فور انفيرتيليتي هي بتعمل الست بتعمل لها انت ورك اب فور انفيرتيليتي. لقيت البروجستيرون ليفل داي 21 طلع ان هو 7 نانوجرام بير مليلي هتقول لها ايه؟ ها ايه رايكم؟ في هنا اجابه ان هو هتقول للمدام اما تحملي تاخدي بروجستيرون سبلمنت الاجابه دي صح ولا لا؟ صح هتقولها للست؟ لا هي جايه لي كومبلين ايه؟ ابوشن هل هتقول لها البروجستيرون بتاعك وحش؟ لان انت لو قلت لها البروجستيرون بتاعك هو ممكن تحملي بس لما تحملي لازم تاخدي كذا عشان انت كميه البروجستيرون هتعمل ايه الست؟ هتروح تاخد او تروح لواحد تاني يديها اندكشن اوف اوفيليشن وساعتها مش هتبقى مضايقه خالص انها تاخد اندكشن اوف اوفيليشن. يبقى انت كده عملت لها ايه؟ انت ديفنتلي عملت لها مشكله لان هتعمل لها حاجه اسمها هايبر ستيميليشن سندروم هنتكلم عليها. فانت ما تقولش غير اللي هو ريليتد للكومبلين بتاعها. ريليتد كومبلينها ايه؟ انفيرتيليتي. يبقى اخرنا اللي احنا بنقوله للست وانت مش محتاج حتى تقوله ساعتها ان هو تمام يا مدام لا ممكن تحملي التبويض عندك هايل وزي الفل ودي حقيقه التبويض عندها هايل وزي الفل وممكن تحمل وطبعا اكيد لما تحملي هتتابعي حمل بس فول ستوب خلاص لانه ما ينفعش تقول لها حاجه ثانيه لو قلت لها بس البروجستيرون قليل مش هيقدر يمنتين فممكن يحصل لك هي من دلوقتي عندها التبويض ضعيف ومش حاجه اسمها التبويض ضعيف يا فيها ما فيش خلاص فالتبويض ضعيف ده هتروح هي تاخد ميديكيشن. واكشولي الست الانفيرتايل وانس ان هي حملت هل هتتابع ولا لا؟
ده very precious pregnancy بالنسبة لها، فدفنتلي ده هتبع ده كله وهتروح تدابة، فمش محتاج اصلا حتى انك انت تقول لها كده. فعشان كده لازم تبقى عارف برضو السايكولوجي بتاعها، ما تقلقهاش وتحولها من اوبيريان فاكتور عشان شوية لوتيل فيز ديفاكت وهو اساسا مش اوبيريان فاكتور، ليه هايبوثلاميك بقى وبقت ستريس وانكزايتي ومش عارف خلاص. فيعني لازم تبقى انت عارف السايكولوجي وتتعامل مع المرضى ازاي، لانه الكوميونيكيشن ده مهم. تاني احنا بنرجع نتكلم على الاوفيليشن او اوبيريان فاكتور اوف انفيرتيليتي، فقلنا اسبابه وبعدين بقى كده قلنا سيمتوم سجستيف، ودلوقتي بنشوف الانفستيجيشن هاو تو كونفيرم ان هي اوفيلاتري او انوفيلاتري. اول حاجه قلتوها بروجستيرون اون داي 21 ان هو لازم يبقى اكتر من 3 نانو جرام بير مليلتر عشان يكونفيرم ان هي اوفيلاتري. لو اكتر من 3 من 5 ده يبقى شيء از اوفيلاتري، لو اقل من 5 يبقى شيء از انوفيلاتري. يبقى محتاجه هنا اعمل لها ايه؟ اندكشن اوفيليشن بالظبط كده. يبقى بعمل لها بروجستيرون في داي 21. هل في حاجات ثانيه انفستيجيشن عشان الاوفيليشن؟ الترا ساوند بعمل ايه في الالترا؟ بعمله امتى الاول؟ هو طبعا ممكن اعمله في اي يوم، بس انا سبيسيفيكلي لازم في يوم ايه اللي اعمله عشان اشوف اللي انا عايز اشوفه. وانا عايز اشوف ايه؟ عايز اشوف الايه؟ البي سي او ممكن اشوفه في اي وقت. انا عايز اشوف الماتشور دوميننت فاليكل مش كده ولا ايه؟ انا عايز اشوف الفاليكل لان الاوفيليشن انا مش هعرف اشوفه. انا عايز اشوف الفاليكل وهي ماتشور وهي دوميننت وهي كبيره اللي هو حجمها قد ايه؟ 20 ل 25 فانا عايزه اعمل الترا ساوند عشان اشوف الماتشور دوميننت فاكتور. كويس؟ شايفين دايره السوداء دي، دايره سوداء كويس؟ او دي الفاليكل. ودي احنا يعني دايما الاوفري بيبين لنا حاجه كده فيها دوائر سوداء at different stages of development، يعني ممكن تبقى صغيره قوي كويس، ممكن تبقى كبيره شويه، يعني تبقى different stages. زي شايفين اهو هنا في حاجات دوائر صغيره سودا صغيره خلاص، وفي حاجات لا بتبقى كبيره شويه. فيعني الكبير هو ده الدوميننت او يعني الابروتشنج دوميننت وبنقيسه. لو لقينا ان هي فعلا 18 ملي 20 ملي يبقى كده كده دي دوميننت فوليكل، ويتعمل الكلام ده في اليوم الكام؟ 14. يعني تعمله في اليوم 12 ال 13 ال 14 يعني approaching ovulation to measure the size of the follicle. عشان كده بنسميه follicometry. follicometry measurement. measurement of the size of the follicle اللي هو يعني follicometry is done at which day. طبعا ممكن at any day بس انت specifically عايز تعمله امتى؟ بالظبط كده اللي هو immediately before ovulation عشان تطمن فعلا ان في dominant follicle. فحتى انت لو لقيت ان الفوليكل مثلا اهي دلوقتي بقت 20 ملي هتقول لها يحصل تايم انتركورس لان الفوليكل دي about to ovulate with rupture، فقول لها يحصل مثلا انتركورس النهارده او بكره بحيث ان هو انت عندك خلاص الاوفيليشن هيحصل دلوقتي about to occur. لكن لو لقيت ان الفوليكل لسه 15 ملي بتاع لا دي لسه صغيره، يبقى لسه هي قدامها لان هي في اليوم بتكبر 2 ملي، فلسه احنا قدامنا يومين ثلاثه لحد ما نوصل للاوفيليشن. فبتقول للعيانه كده. فعشان كده تاني حاجه تاني انفستيجيشن بنعملها عشان نشوف الاوفيليشن اللي هي الفوليكلومتري او الترا ساوند ات داي 11 12 13 عشان نشوف السايز اوف ذا فوليكل او نعمل حاجه اسمها فوليكلومتري. ايه كمان؟ ايه تاني يا دكاتره؟ هل البروجستيرون ده اللي بيبقى ريليز ليه حاجه اسمها ثيرموجينيك ايفكت؟ يعني ايه ثيرموجينيك؟ بيعلي التمبرتشر شويه، يعني بتلاقي ان هو مش هتبقى فيه فيرش يعني الست، بس مثلا بدل ما حرارتك تبقى 36 و8 37 تبقى 37 و2 ماكسيمم 37 و4 لان النورمال بادي تمبرتشر من 36 8 لحد 37 و4. فهتلاقي ليها ثيرموجينيك ايفكت، يعني وانس انه حصل اوفيليشن هتلاقي بقى في حاجه اسمها ثيرموجينيك ايفكت. يعني بدل ما كانت البيز البادي تمبرتشر تشارت بتاعتنا ماشيه تورز ان هي وان لاين بس، يعني كانت هي التمبرتشر بتاعتها قليله قليله، وانس حصل اوفيليشن اوفيليشن يعني ريليز للفوليكل، فبالتالي اللي فاضل ده بقى كوربس لوتيه اللي هو هيستار سكريشن اوف بروجستيرون. فوانس ان هو حصل ستار سكريشن اوف بروجستيرون، بروجستيرون ليه ثيرموجينيك ايفكت. فهتلاقي ان هي لو انت قلت لها كل يوم تقيسي البيزر بادي تمبرتشر بتاعتك وتعملي لها ريكورد، تعملي لها ريكورد، هتلاقي من داي 1 2 3 4 لحد ما توصل لداي 14 ده ليها تمبرتشر معينه. وبعدين بعد داي 14 لو حصل اوفيليشن وبقى عندنا بروجستيرون هتبتدي التمبرتشر دي تعلى. فبالتالي ما بقتش كلها ال 28 يوم مونو فيزك تمبرتشر، لا بقت باي فيزك تمبرتشر. الاول كانت التمبرتشر قليله شويه وبعدين عليت شويه كله within النورمال رينج، بس كانت مثلا 37
30 بقت 37.2 يعني هو ده وبنقول عليها بيز البادي تمبرتشر. يعني مش مثلا هي متعوده انها تصحى وتوضى في الشقه وتنزل تجري ومش عارف ايه وتيجي تقيس التمبرتشر، لا ما هو كده هتكون ممكن عليت الاثنين دول على اساس ان هي بس الاكتيفيتيز اللي عملتها. فلازم تبقى اول حاجه اول ما تصحى من النوم جنبيها الترمومتر وتروح ماسكه قايسه النهارده يوم كذا الحراره كذا حراره كذا حراره كذا، وتشوف لو لقيت ان التمبرتشر بتاعتها باي فيزك يعني في اول في الفوليكولر فيز حاجه وفي اليوتيريال فيز حاجه ثانيه يبقى هي اوفيلاتري، لو لقيت ان هي لا كله مونو فيزك يبقى هي غالبا انوفيلاتري. يبقى اول حاجه بنعملها البيز البادي تمبرتشر شوت، ودي ممكن حاجه بتعملها الست يعني مش محتاج انت انستراكتور هاو تو دو ات، بس هي ممكن تعملها لوحدها فتعرف سجست اب اوفيليشن ولا لا. دي اول حاجه. ثاني حاجه قلتوها اللي هو بروجستيرون في داي 21. ايه كمان بس دي هتعرفي تقيسيها، احنا محتاجين حاجه تبقى اوبجكتيف يعني محتاجين حاجات اوبجكتيف زي كده. ايه حاجه تاني ممكن تبقى اوبجكتيف؟ احنا كده اخذنا ثلاث حاجات، قلنا البيز بادي تمبرتشر، قلنا الفوليكولومتري سوري انا نسيته هنا، وقلنا البروجستيرون. ال اتش دكاتره سايست بينزل برده في اليورين، بينزل في اليورين زي ما بنعمل في شرايط للسكر وبنعمل شرايط للبريجننسي تست بنشوف البيتا اكس جي، في شرايط اسمها اوفيلاتري كيتس موجوده في الصيدليات اللي هو لما بيحصل ال اتش سيرش بيتغير لون الاوفيلاتري كيتس اللي هي بتشوف ال اتش خلاص. فانت بتقول لها ممكن ان هي تشوف الاوفيلاتري كيتس دي فبتشتريها من الصيدليه وتبتدي تشوف ان هو دلوقتي اللون ما اتغيرش لسه ال اتش سيرج ما حصلش ما حصلش. افرض على مره لقيت ان ال اتش سيرج او حصل واللون اتغير، ده معناها ايه؟ انه اباوت انه يحصل اوفيليشن بعد 12 ل 24 ساعه فيحصل بقى تايم انتركورس. فهي يعني لو عايزه يحصل بريجنسي يحصل تايم انتركورس. يبقى احنا عندنا ممكن بنشوف الاوفيليشن الانفستيجيشن تو كونفيرم بيز البادي تمبرتشر شارت بروجستيرون في داي 21 اكتر من 5 نانو جرام، الفوليكولومتري عشان نشوف السايز بتاع الدوميننت فوليكل، ال اتش يورينري كيتس ان هي بتستخدمها الست وتشوف اذا كان اللون اتغير ولا لا لانه بيتغير مع ال اتش سيرج. اخر حاجه اسمها بري منسترال اندوميتريال بايوبسي، يعني انك انت بتفحص الست او تاخد منها بايوبسي كويس من الاندوميتريوم. بري منسترال اندوميتريال بايوبسي، هو الاندوميتريال بايوبسي في البري منسترال ستيج المفروض يبقى بروليفريتيف ولا سكريتيف؟ سكريتيف. لو هي اوفيلاتري لازم يبقى سكريتيف. طب لو انا البري منسترال اندوميتريال بايوبسي دي يعني هي بتقول لي ده بيجي كل 30 يوم، طب خلاص تعالي لي على اليوم ال 26 27 28 عشان اعمل لك بري منسترال اندوميتريال بايوبسي. خدت البايوبسي بعتها للباثولوجي قال لي دي بروليفريتيف، يبقى كده انا اقول لها انت اوفيلاتري ولا انا اوفيلاتري؟ انا اوفيلاتري. لو هو قال لي لا دي سكريتيف يبقى هي اوفيلاتري. ايه رايكم في الماثس دي؟ اكريت؟ اكريت ولا لا؟ مين بيقول لا مش اكريت؟ يعني هو انه قال لي سكريتوري ده مش اكريت، مين بيقول ان اكريت؟ طب مين بيقول اكريت؟ طب وكتير ما رفعوش ليه؟ دليل ليه منها؟ ايوه يبقى هي الاكريسي هي اكريت. بس ايه رايك بقى في الفيزابيلتي بتاعتها؟ لا اولا هي انفيزيف وبعدين دي محتاجه بايوبسي بقى محتاجه ان انا اديها انستيزيا وادخلها اوضه العمليات. بس في حاجه مهمه قوي 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 هنا ممكن تبقى بريجننت مش كده ولا ايه؟ شيء ممكن تبقى بريجننت الاقي بقى مش سكريت ولا بروبي يقول لي باللاي جستيشن ساعتها ما ساعتها عملت لها ايه؟ انا قلت مش كده ولا ايه؟ فطبعا مش منطقي خالص ان ممكن حظنا بقى اللي هو كمان ما هي انفرتال بقى ما اعرفش ايوه افرض حظك بقى على السايكل اللي انت قررت تعمل فيها البري منسترو ما هي بري منسترو. عشان كده في النساء لو تاخدوا بالكم كل الاوبريشنز اللي احنا بنعملها كلاسيك ريبير مايومكتومي لاباروسكوب مش عارف ايه كله بوست منسترول كله بوست منسترول كله بوست منسترول خوفا من ان حظك ان تبقى العيانه دي كانت بريجننت في السايكل اللي انت قررت تعمل فيها العمليه وطلعت بريجننت ويجي لك بقى الباثولوجي ريبورت بتاعك كذا تعمل ساعتها ايه؟ ده طبعا مأساة لو طلع كده. فعشان كده البري منسترال اندوميتريا بايوبسي مش بنعملها قوي خصوصا ان اوريدي في حاجات ثانيه فيري اكوريت اوبجكتيف ما بروجستيرون في داي 21 فيري اوبجكتيف الفوليكولومتري ماشي يعني دي حاجات فيري اوبجكتيف وممكن قوي انك انت تعمل خلاص. في سؤال في الانفستيجيشنز بتاعه الاوفيليشن هو ممكن معاك كل واحد بس هنعمله انت بالظبط بيز البادي تمبرتشر شارت هتعملوها امتى يا دكتور؟ ديلي هتقول للست ان هي ديلي بتقيس لحد ما تشوف الكيرف عامل ايه. طيب الفوليكولومتري بتعملوها امتى؟ 14 11 12 على فكره انت اللي لازم تستنتج. انا لو قلت لك انسى هتيجي بقى هي كانت الفوليكولومتري داي 2 ولا 21 ولا بتاع انت لازم تبقى عارفها ليه؟ وانت انك عرفت ليه مش هتنساها. لكن لو انا قلت لك قدام كل واحده اكتب هنا يوم كذا واكتب هنا يوم كذا اكتب هنا يوم كذا هيخشوا في بعض الديفينتلي من غير ما تكون انت عارف ليه. انت لازم تبقى عارف ليه. وانس انك انت عرفت ليه انت لوحدك هتقولهم لو جا
انت قلت له ايه العبط ده، اشوف ايه ان شاء الله ما هيكون خلاص الكورفة السوداني متعقل والفوليك اتلعت وكل ده، مش كده ولا ايه؟ فانت لازم تبقى عارف لو حد قالك بروجستيرون في دي 2 طب ما هو طبيعي ما يبقاش عندي بروجستيرون اقيس ايه اساسا، ما طبيعي ما يبقاش موجود البروجستيرون بيطلع بعد الاوفيليشن يبقى في السكند هاف اوف ذا سايكل، يبقى لازم يكون هيتعمل في السكند هاف اوف ذا سايكل. فانت لازم تبقى عارف ليه، لان انا اسهل حاجه عليا اكتب لك جنب كل واحده الرقم بتاعها بس ده ممكن تفتكروا هنا. بعد كده بقى يوم الامتحان ولا جوه الامتحان ولا مش عارف قبل الامتحان كده هو مين كان ايه اكستندد ماتشنج بقى، فلازم تبقى عارف ليه. يبقى احنا قلنا البيزل بادي تمبرتشر تشارت دي بتتعمل على السايكل كلها عشان تشوف هي مونوفيزيك ولا بايفيزيك. فوليكولومتري زي ما انت قلتوا دي 12 11 13 يعني حاجه كده اراوند الاوفيليشن. ال اتش يورينري كيس هي هتعملها امتى؟ زي بالظبط الفوليكولومتري لان هو نفس القصه السيرش خلاص، فزي بالظبط الفوليكولومتري. طيب البروجستيرون بيتعمل امتى؟ دي 21 بري منسترال اندوميتريال بايوبسي هتعمل من دي كام؟ يعني اي حاجه قبل المنسس يعني ممكن 26 27 28 25 يعني اي حاجه بري منسترال اسمها بري منسترال اندوميتريال بايوبسي. هو مش ممكن وهما بياخدوا العينه يشيلوا جزء اكتر يعني يشيلوا جزء من البيزل لاير مثلا؟ بس ده كومبليكيشن اوف كراتج وليس كومبليكيشن سبيسيفيكلي للبري منسترال اندوميتريال بايوبسي. خلاص يعني احنا لما بتكلم هنا عن بري منسترال اندوميتريال بايوبسي انا عايز اعرف سبيسيفيك كومبليكيشن تو ذا بري منسترال اندوميتريال بايوبسي وليس فور الكراتج ان جنرال. خلاص فسبيسيفيكلي حتى لو انا عملته صح اي didnt remove any بيزل لاير اوف اندوميتريا برده ممكن ان انا اسقطها وتكون هي حامل. فاهمين قصدي؟ يعني ايفن لو انا عملته صح و I didn't remove any basal layer طب انا ممكن اعمل complication من هذه premenstrual endometriosis. فده بالنسبه ليه ال symptoms suggestive of ovulation وال investigations. لعلي صوتك 5 ل 10 ده لوتين فيز ديفكت بس هي اوفيلاتنج يعني اكتر من 5 شي از اوفيليتنج. خلاص يعني مش محتاجه اندكشن اوف اوفيليشن من 5 ل 10 بس حاجه اسمها لوتين فيز ديفكت. انت بس واخده بالك ان لما تحمل انت محتاجه تديها ناتشورال بروجستيرون في الفيرست تراماستر عشان يمنتين اللوتين لحد الكوربس لوتين فانكشن لحد ما البلاسنتا تتكون، لكن مش محتاجه تديها اندكشن اوف اوفيليشن اكتر من 10 ولا محتاجه ده ولا ده. هي اوفيليتنج وما عندهاش لوتين فيز ديفكت ومش محتاجه بروجستيرون سبورت. يعني لما تحمل مش بقى لا وخدي بقى بتاع مثبتات، لا هي مش محتاجه مثبتات هي ما عندهاش لوتين فيز ديفكت. الايه؟ لا علي صوتك ديفكت لانه يا اما ديفكت في الديوريشن يعني الوقت اللي هي بتقعد فيه قليل ال 14 يوم يعني the amount of progesterone is not enough to maintain 14 days of luteal phase او الاماونت قليله بدل ما هو اكتر من 10 لا هو من 5 ل 10 فعشان كده it is a defect whether in the duration of the luteal phase او in the quantity of progesterone secreted من الكوربس luteum. اوكي اللاف المهم عشان البريجننسي تو بي مينتين خلاص والديوريشن برده بتاعه اليوتيل فيز يعني عشان دي بتديكي فكره ان هي مش قادره تكمل 14 يوم فديفينتلي مش هتقدر تكمل الفيرست تراماستر كله يعني هو نورمال ليفل 5 فور اوفيليشن. اوكي طيب ده بالنسبه للانفستيجيشنز اللي بتتعمل. طيب التريتمنت بتاع الاوفيلاتري فاكتور اوف انفيرتيليتي ها اكس تي جي اس جي بيعمل ايه؟ هو الاس جي دي كويفنت ولا ايه؟ فالتريتمنت هنا هيبقى اس جي. ايه رايكم التريتمنت اوف لو هي عندها بي سي او عندها اي حاجه من الانوفيلاتري فاكتورز عندها انوفيليشن وذر بقى الانوفيليشن ده كان اي حاجه فالتريتمنت هيبقى ايه؟ ها ال اتش الاول ال اتش يعني احنا محتاجين نعمل ال اتش سيرج محتاجين نعمل ايه؟ ايوه التريتمنت ده اسمه ايه؟ اسمه اندكشن اوف اوفيليشن. اندكشن اوف اوفيليشن ده هيبقى باي اتش ام جي اس تي جي اللي هو ايه اتش ام جي اتش ام جي اللي هو ايكوفلنت للاكس اتش ولا ال اتش يعني انك انت تعملها اندكشن باي اتش ام جي اس تي جي ولا اندكشن باي تابلت. ايه التابلت دي؟ حاجه اسمها كلوميفانسي تريت. ايه الكلوميفانسي تريت؟ ده ليه استروجينيك اند انتي استروجينيك افكت. يعني ايه؟ ليه انتي استروجينيك افكت على اليوترس والسيرفكس بيخلي سيرفايكال ميوكس انفيفربل كويس وبيخلي اليوترس البروليفريتيف لانه انتي استروجينيك فالبروليفريتيف فيز ما بتبقاش برايمد قوي باي استروجين فبالتالي اوتوماتيكلي يحصل لوتيل فيز ديفكت لان هو اوريدي البروليفريشن كان قليل فديفينتلي اللوتيل فيز هتبقى شورت خلاص. فبيعمل لنا حاجتين على اليوترس والسيرفكس اللي هو الكلاميفانسي تريت ليه تو دروباكس اللي هما ايه؟ ان هو بيعمل الاندوميتريال ريسبتيفيتي طبعا هتقل ان هو يريسيف الفيرتلايز اوفم لان الديسيديو بقت ويك شويه او السكريتري اندوميتريم بقى ويك
يعني بيعمل لنا some form of uterine phase defect وبيأفكت ال receptivity بتاعت الاندوميتريوم بلس اللي هو بيخلي السيرفايكال ميوكوس مش زي بتاعت الاستروجينك اللي هي ووتري وحلوه ومش عارف ايه لا ممكن تبقى فيزت شويه لانه هو ليه استروجينك انتي استروجينك افكت وهو انتي استروجينك على اليوترس وعلى السيرفكس طب خلاص اديلي ما هو وحش اهو لا 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 بس هو على البيتيوتري جلاند بيبلوك بيأكت از استروجينك بيبلوك شويه الريسبتورز فبالتالي البيتيوتري ما تشوفش انه في استروجين فتكمل سكريشن اكتر للاف اس اتش فيبقى عندك اماونتس اوف اف اس اتش كتيره فيعمل لنا ستيميليشن اوف ماني فوليكلز ستيميليشن بدل ما تبقى واحده بس الفوليكل اللي فيها ريسبتورز كويسه هي دي بس اللي تكبر لا ده هو يكبر لنا كذا فوليكل فيعمل لك حاجه اسمها هايبر ستيميليشن للاوفري بس ده كنترول هايبر ستيميليشن لان انت بتدي الراس في وقت معين تحب تدي الراس بتاعه الكلوميفانس تريت ولا الكلوميد ده امتى في الفيرست هاف ولا في السكند هاف فيرست لانك انت عايز اف اس اتش اللي هو بيبقى في الفيرست هاف فبتديه في الفيرست هاف ده اورال تابلت كويس بتاكت على البيتيوتري عندك هنا اكسس ولا ما عندكش يعني في جي انوريج كده عندك اكسس بس انت عايز تبروموت هذا الاكسس يعني تزود الاماونت اوف اف اس اتش سيكريتد فانت لازم يبقى عندك هنا اكسس وبتزود بقى بتبروموت هذا الاكسس فده اللي هو الكلوميفان سيكريت اللي هو الكلوميد اللي هو الراس بتاعه التنشيط الطبيعي اللي هو اندكشن اوف اوفيليشن او تنشيط الطبيعي بيعمل لنا ايه بيعمل لنا الشكل ده بالالفا ساوند فهو عشان كده التوينز والتريبلت والكلام ده بقوا زياده دلوقتي ايفن لو هي مش عامله اي دي اف اكس بالناتشرال واي عشان الاندكشن اوف اوفيليشن ميديكيشن بقوا كتير استخداماتهم كتير فانت الاوفيريان كويس او اللي هي اوفيريان فاكر يعني انوفيليشن فبنعمل لها ايه بنعمل لها اندكشن اوف اوفيليشن ايوه بايه ممكن يبقى باتش ام جي اس جي ان انا اديلها من بره الاف اس اتش وال اتش اللي هو equivalent لأن السنتاتيك فورم بتاعتهم equivalent للـ HMG والـ HCG HMG يعني human menopausal gonadotrophins لأن هو بيبقى متاخد من الـ urine of menopausal females ليه الـ urine of menopausal females؟ هو كمية الـ FSH اللي موجودة فيها كتيرة ما هو أساسا عندهم FSH كتيرة فبيبقوا secreted in urine عشان كده بناخد الـ urine of menopausal females بيبقى purified هو ده بيبقى فيه FSH وبعدين بندي كمان عشان كده تلاقيني ما تكتب لك HMG HCG slash HCG هتدي امتى الـ HCG؟ الـ LH ده stimulating الـ LH effect اللي هو هتديه برضو من تاني يوم للسايكل يعني تبتدي الـ HMG بس الـ HMG ده injection مش oral ده حقن الـ HMG ده حقن خلاص؟ فبتديه من تاني يوم رابع يوم يعني يوم ويوم لحد امتى افضل اديها HMG؟ لحد وانا بعمل معاها فوليكلومتري تعني يا مدام اليوم ال 11 ال 12 وانس ان انا لقيت بقت دومينانت فوليكل 18 كويس 18 ملي يعني خلاص بكره هتقابليت اعمل لها ايه؟ اديها اس جي بالظبط كده ليه؟ لان الاس جي بيعمل فاينل ماتيوريشن اوف ذا اوسايت اند اوفيليشن بيتريجر فاينل ماتيوريشن اوف ذا اوسايت يعني الماتيوريشن النهائي للاوسايت اند اوفيليشن فبالتالي الاندكشن اوف اوفيليشن ده ممكن يبقى بطريقتين يا اما اورال تابلتس اللي هي الكلوميفان سيتريت الكلوميد اللي هو بيأكت على استروجينك وانتي استروجينك افكت فبيزود الاف اس اتش سيكريشن او يبقى ب اتش ام جي اس جي تختار انهي المين انت عندك اهو اسباب وعندك تريتمنت تولز هل اي واحده من دول ممكن نستخدم لها دي او دي امال يعني مثلا لو هي هايبوثالاميك بيتيوتري اوفيريان هايبوثالاميك تحب تستخدم لها ايه عشان جي اس جي ولا كلوميفانس تريت طبعا لازم عشان جي اس جي مش كده لان مفيش اكسس اصلا وهو الكلوميد بيأكت على الاكسس اللي اوريدي بريزنت كويس بس بيبروموت هذا الاكسس لكن لو الاكسس مش موجود اصلا يبقى ازاي هديلها كلوميد امال مين من دول اللي ممكن اديلها كلوميد اللي هي مش بي سي او بالظبط كده عشان كده دايما يقول لك بي سي او كلوميد بي سي او كلوميد لان هو فيها اكسس بس انت عايز تبروموت هذا الاكسس
ويبقى في سيكريشن ليه اف اتش عشان نعمل ماتوريشن اوف هوروسال. فعشان كده انت بتعمل اندكشن اوف اوفيليشن اه وذر باي اورال تابلت اوف كلاميفانسي تريت اللي بنستخدمها طبعا لو عندي بي سي او تابل في بقيه الانوفيلاتري كوزز بتاعه الاوفيريان يعني التيرنر والبريماتور اوفيريان فيلير. ينفع استخدم لها كلاميد ولا لازم اتش ام جي ولا ايه رايكم؟ ولا ده ولا ده اساسا مش كده ولا ايه؟ ولا ده ولا ده اصلا. فعشان كده لو هي لان اكيد مني هو مفيش بويضات اصلا مش كده ولا ايه؟ ما انت عشان تعمل اندكشن او اوفيليشن لازم يبقى اوفر اللي تعملها اندكشن. لو مفيش اوفر حامل اندكشن ليه؟ فهو طبعا لو هي تيرنر ولا بريماتور اوفيريان فيلير مفيش اندكشن او اوفيليشن. انت الكوز الوحيد اللي ممكن يبقى اوفيريان كوز اللي بتعمله لو هي بي سي او اللي هي ايوه ادي لها ايه؟ ادي لها كلاميفانسي تريت لان هو عندها اكسس بس الاكسس ده مش ويل فانكشنال. فانت عشان كده بتدي كلاميفانسي تريت عشان تريجوليت الاف اس اتش سيكريشن. طب لو هي لا جو تو مثلا شيهان ولا انتي سيلا ولا واتيفر اي كوز تاني كالمن ولا كده وعايزه تحمل لا مش هينفع كلاميفانس ما عندكش اكسس اساسا. فلازم انت اللي تديها الاتش ام جي السي جي تديلها الاتش ام جي لحد عشان انت تعمل لها هذا الاف اس اتش كويس. وبعدين بعد كده ات ذا تايم لما يبقى في عندي دومينانت فوليكل ساعتها اعمل فاينل ماتوريشن اند اوفيليشن باي اس جي. طب هل انا شرحت الانوفيليشن؟ لا الانوفيليشن والبي سي او والبرولاكتينيميا والهرشيتيزم دول بتوع المره الجايه. احنا بس بناخد فكره يعني عشان بس نبقى ماشيين في السياق. ما اقدرش ان انا اقول لك اندكشن اوفيليشن واسكت فلازم اديك فكره الاندكشن ده بيبقى بايه عشان تعرف هو انهي مين الست اللي هتديها ايه لكن ازاي بيشتغلوا بالظبط وكده ده هيبقى المره الجايه. في سؤال؟ هو الكلوميفانس تريد يعني انا مش قادر اتقبل ازاي بيبروموت الاكسس هو مش استروجينيك فوق انتي استروجينيك لا ها؟ ما هو الريسبتورز ما بتبقاش بالظبط تيبيكال زي بعض فهو بيأكت فوق زي في حاجه اسمها تاموكسيفين برده هناخدها كويس. التاموكسيفين اللي بياخدوه في البريست كانسر ليه؟ لان هو انتي استروجين على البريست لكن هو استروجينك على الاندوميتريوم. يعني لما شافوا هذا التاموكسيفين لان هو مش يعني هو مش استروجين هو ليه شكل الاستروجين فعشان كده بيأكت زي استروجينك على الريسبتورز بتاعه البيتيوتري لكن انتي استروجين على اليوترس وعلى الاندوميتريوم. ايه رايكم؟ هل ده زي البي سي او؟ طب نشوف صوره البي سي او كده ونشوفهم شبه بعض ولا لا؟ ايه رايكم دول؟ بريفيرلي ارانج فوليكلز ولازم تبقى هذه الفوليكلز اقل من 10 مللي لازم الفوليكلز دي تبقى صغيره حجمها صغير قوي لازم الفوليكلز دي يبقى حجمها صغير جدا تبقى مش بتريتش دومينانس ومش بتريتش اوفيليشن لان هو البي سي او دول انوفيلاتري. شايفين يا دكاتره؟ شايفين دوائر صغيره لو جيت تقيس اي واحده فيهم مفيش واحده هتبقى اكتر من 10 لكن الثانيه هم مش بريفيرلي ارينج مش نيكلس ابييرنس ده بنقول عليه نيكلس ابييرنس اللي هو زي العرق خلاص لكن الثانيين ما كانوش نيكلس ابييرنس دول ارينج ده عادي راندملي في الاوفري وكلهم اكتر من 10 كلهم ممكن يريتشو دومينانس خلاص. فالهايبر ستيميليشن سيندروم فيها فوليكلز كتير كبيره اكتر من 10 ممكن يبقى كتير منهم فيهم 16 و18 و20 وحاجات كده لكن البي سي او كلهم صغيرين قوي وبريفيرلي ارينج بيبقوا عاملين كده زي النكلس ابييرنس بريفيرلي ارينج فوليكلز وكلهم لو جيت تقيسهم ما تلاقيش ولا واحده اكبر من 10 لان ما فيش اي واحده منهم بتريتش دومينانس. ده بالنسبه ليه يعني ايه الاندكشن اوف اوفيليشن وبنبقى قلقانين من ايه في الاندكشن اوف اوفيليشن من يحصل حاجه اسمها هايبر ستيميليشن سيندروم. هايبر ستيميليشن سيندروم بتبقى مور كومن طبعا لو انا بدي انجكشن لكن ليس كومن لو انا بدي اورال تابلت لان الاورال تابلت بتبقى اقل يعني وطئه من لو انا بدي انجكشن بتبقى مور باور زي الانتي بايوتيك زي اي حاجه. في سؤال هنا برده عندي انجوس اوفيليشن ايوه فلازم ده سايد افكتس نبقى عارفينه ان انت بتنديوس اوفيليشن بس هتافكت اليوترس بتويل البنفيت ريسك ريشيو فتشوف فانت عايز تعملها اوفيليشن ايه ما هي ما عندهاش اوفيليشن خالص بس هتاثر على الكواليتي بتاعك كده. طب يعني هجربه ولا ما اجربوش؟ انتوا فاهمين ازاي بالظبط؟ هجربه واشوف. في ايه؟ ايه رايكم لو انا زيت في البي سي او الفوليكلز اللي هي بريفري رينج وكده زدت لها اتش ام جي اس جي يحصل لها ايه؟ سيفير هايبر ستيميليشن uncontrolled hyperstimulation syndrome لان هي اصلا عندها اكسس وانت اديت لها من بره كمان فبالتالي لو اديت في البي سي او على طول اتش ام جي اس جي لا انت جبت لها اوريدي سيفير هايبرستيميليشن سيندروم. دي حاجات لازم تبقى في بالكم يعني لما تجي لك عيانه عندها بروجستيرون اقل من 5 ما دام انت محتاجه اندكشن
ريدكشن او اوفيليشن. انت كجي بي ممكن تدي كلوميد لكن ما ينفعش تدي اتش ام جي. ليه؟ لان الكومبليكيشنز بتاعته بتاعت الهايبر ستيميليشن اعلى. يعني ايه هايبر ستيميليشن؟ يعني الاوفر تايب بقى فيها فوليكلز كتيره. لا ده بيعمل لك كمان فاسكولار افكشن، يبقى في شيفت للفلويد فروم ذا انترا تو ذا اكسترا فاسكولار كومبارتمنت افكتنج، يحصل لها ايديما واسايتس وبيريكارديال فلو افيوجن فلور افيوجن وكده، وعامله لها كمان الكترولايت ديستربنس بلس ان هو ما انت عندك هيمو كونسنتريشن في الباسلز وايديما بره. الهيمو كونسنتريشن في الباسلز دي ممكن تاندوس كمان ثرومبوزس وثرومبوليتيك افكت. فاكتشولي لو حد جالها او اتش اس اس او هايبر ستيميليشن سيندروم، ده طبعا جريد من اول ان هو يكبر شويه الفوليكلز جريد 1 تو 2 لحد ما الفول بلون بيكتشر اللي هي الكترولايت ديستربنس وهيمو كونسنتريشن وايديما والكلام ده، فدي اللي بتبقى محتاجه اي سي يو ادمشن خلاص. فانت طالما ان انت ممكن ما تقدرش كنترول الكومبليكيشن يبقى يو دونت جيف. فال اتش ام جي اتش سي جي ما بيديهاش غير السنترز، السنترز بتاعه سواء كان هيعملوا اي بي اف او لا، بس لازم تبقى كنترول بحيث ان هو لو حصل لها اي مشكله، حصل لك دي تنفس يا مدام، حسيت ان بطنك بتكبر فيه وجع في بطنك مش عارف ايه، على طول تجي لنا بحيث ان هي تبقى ادميتد واوقف خالص وما اديهاش اتش سي جي لان ده هيزود الهايبر ستيميليشن اللي هي فيه. فدفنت بتاعه البي سي او لازم ابتدي لها بكلوميد، وكمان ببتدي بالليست دوز اوف كلوميد اللي هو بدي بس دوزس يا دوب، ببتدي ببطء وبزود ببطء كده لحد ما اشوف الكلوميد هينفع معاها ولا لا. زي ما هنقول مره ثانيه. وليه بيحصل شيفتنج في الكومبارتمنت وكده؟ ليه بيحصل مع هايبر ستيميليشن سيندروم؟ عشان هي بتافكت الفاسكولار اندوثيليال سيلز. يعني الاتش ام جي اس جي اللي انت بتديه ده بالهرمونز دي بتافكت الفاسكولار اندوثيليال سيلز. اوكي؟ طيب يبقى ده بالنسبه ليه تاني فاكتور كويس. احنا خدنا الميل فاكتور وبعدين الاوفيريان فاكتور اللي هو اسمه عن اوفيليشن وذر كان هايبوثالاميك بيتيوتري اوفيريان كوزس، وازاي ان احنا بنشوف السيمبتومز اوف اوفيليشن نكونفيرم بيحصل اوفيليشن ولا لا، وايه التريتمنت بتاعنا اللي هو اندكشن اوف اوفيليشن. تاني سبب ممكن يبقى موجود تيوبل او كاريتونيت. يعني ايه تيوبل؟ هي التيوب ايه الفانكشن بتاعها؟ بتعمل ترانسبورت للسبيرمز طبعا وترانسبورت للاوفم من الاوفري لحد يحصل فيرتلايزيشن طبعا فيها، وبعدين بعد كده لليوترس الفيرتلايز اوفم. طيب ايه اللي ممكن يبقى حاصل في التيوب اللي هو افكت الفانكشن؟ اوبستراكشن، تبقى اوبستراكشن او السيلياري فانكشن بتاعتها افكت. ما هو انت لازم مش بس تبقى تيوب بايب ستام كده، لا هي لازم كمان فيزيولوجيكال فانكشن اوف السيلياري ان هو عشان يبقى الموفمنت في حته وبعدين موفمنت في حته ثانيه كده، فلازم الفانكشن انسايد الفيزيولوجيكال فانكشن اوف ذا سيليا ده طبعا لازم يبقى كويس. طب ايه الحاجات اللي ممكن تافكت هذا الفيزيولوجيكال فانكشن انسايد ذا سيليا او انه يحصل اوبستراكشن او اوكلوجن للتيوبس؟ انفكشن، لان انفكشن الهيلينج بروسيس بتاعنا في فايبروزس انفلاماتوري رياكشن وبعدين فايبروبلاست وفايبروس ديبوزيشن ومش عارف ايه ممكن يندوس فايبروزس. فطبعا لو هو انفكشن او ريكيرنت بي اي تي بيلفيك انفلاماتوري ديزيز او كده، فطبعا ممكن يافكت التي بي او تيبركلوزس لان هي بتافكت كمان الميكوزا، فبالتالي بتاثر على السيلياري فانكشن يعني اي فورم اوف انفكشن. ايه كمان؟ ها سيستيك فايبروزس لان هي بتافكت السيلياري دي ان طبعا كونجنتال وباري باري باري اكستريملي رير. ايه كمان؟ كمان حاجات كومن فكروا كومن يا دكاتره، ممكن يبقى فيها اديشنز كويس من ايه؟ قلنا من انفكشن. هل في حاجه ثانيه ممكن تاندوس اديشنز؟ فايبرويد انا صدق سيرجريز، طبعا سيرجري عملت اوبريشن ان شاء الله حتى ابندكتومي، عملت مش عارف سيزاريان سكشن، اي حاجه فتحنا البطن كويس. ما هو لازم الهيلينج يحصل، فالهيلينج ده بيحصل بفايبروزس، فعلى طول انت تفكر تسالها انت جالك ريكيرنت انفكشن هيحصل لك ايه؟ ايوه بيحصل لي ديشارج. لا ديشارج ولارجنت تراكت انفكشن غير الابر اللي انا بسال عليه، ما هو ده ابر. لا انت لما ان انا جوه الفريتون بقى ابر مش فاجينا وفالفا، ده انا جوه الفريتون اليوترس والتشوب، فبسالها سخنتي اللي بيفرق ما بين اللور والابر يو تي اي جينيتال تراك بتاع هو الفيفر. لو حاجه لور يو تي اي اللي هو يوريترايتس مش عارف ديسيوريا سيستايتس اي حاجه ايتس تحت دي مش هتعمل لنا فيفر، لكن لو بايرونيفرايتس كيدنيز يعني كده دي تعمل لنا فيفر. طيب برده نفس القصه لو هي فاجينايتس سيرفيسايتس اي حاجه من اللي بره ده فالفايتس ما تعمل لناش فيفر، تعمل ديشارج بس من غير فيفر، لكن وانس بقت اندوميترايتس سالبنجايتس بيريتونايتس تعمل لنا فيفر. فبتسال سخنتي يعني كان في ديشارج، كان في معاه فيفر، كان في بين لور ابدومينال بين، لان سو لونج ان عندك لور ابدومينال بين ده اكيد حاجه انترنال خلاص. فبتسالها على سيمتوم سجستيف يعني الاسباب بي اي دي فعلا زي ما قلتوا سيرجريز، وحاجه اسمها اندوميتريوزس هناخدها اللي هي يبقى في اندوميتريوم اوتسايد ذا نورمال لايننج اوف ذا تراين كافيتي، اندوميتريوم موجود جوه البريتونيال كافيتي وده هينديوس فايبروزس زي ما هنشوف بعد كده.
فدي الاسباب. طب سيمتومز انا اسال العيان على ايه؟ سيمتومز سجستيف اوف انفكشن زي فيفر ديسشارج اند بين او هيستوري اوف سيرجري، عملتي اي عمليات فتح بطن قبل كده عشان اعرف اذا كانت هي ممكن يبقى فيه فايبروزس ولا لا. ده بالنسبه ليه الاسباب اللي ممكن تعملي تشوف الفاكتور اوف انفكشن. طب تفتكروا التشوب الفاكتور ده يعمل لي اكتر برايمري ولا سكندري انفيرتيليتي؟ سكندري غالبا. طب الاوفيريان بالظبط كده، فلما ادي لك واحده في برايمري انفيرتيليتي انت بتبقى مايندد اكتر او تبتدي في الاول انت طبعا هتعمل الانفستيجيشن للاوفيريان والتشوب للفيميل، لكن هتبقى انت مايندد قوي في الانفستيجيشنز بتاعه الاوفيريان وهي برايمري انفيرتيليتي ومايندد قوي في الانفستيجيشن بتاعه التشوب لو هي سكندري انفيرتيليتي. هي ايه الانفستيجيشن بتاعه التشوب؟ الالتراساوند يبين لي التشوبس. ايه رايكم؟ انا عايزه اشوف التشوبس صح. هل الالتراساوند يبين التشوب؟ الالتراساوند مش بيبين نورمال تشوبس يا دكتور، لازم تبقى التشوب ابنورمال او منفوخه جدا بميه او حاجه اسمها هيدروسالبنس. لو ما يكون في ميه انسايد التشوب اسمها هيدروسالبنس، فلازم تبقى التشوب ابنورمال عشان تبان بالسونار. لكن نورمالي الالتراساوند مش بيبين التشوب، بيبين الاوفرز بيبين اليوترس لكن ما بيبينش التشوبس. ده الالتراساوند. فبالتالي هل فاليد ان انا اعمل في التشوب الانفستيجيشن يبقى اكتب التراساوند؟ لا اتس نوت باد. امال اشوف التشوبز ازاي؟ بالداي بالظبط، انجكشن اوف داي او حاجه اسمها هيستروسالبنجابي. ايه بقى الهيستروسالبنجابي كده؟ حطيت سباكولم او منظار عشان افتح الفاجينا، لان الفاجينا دي بوتنشال سبيس، هي ليها انتيريور بوستيريور وول لكن ملهاش لاترال وولز، فبالتالي لازم افتحها او ابعد الانتيريور وول عن البوستيريور وول. وهي ديستندبل ولا لا؟ طبعا دي بتعدي عيل مش كده ولا ايه؟ ده بيحصل فاجينا الدليفري ثرو ذا فاجينا اتس فيري ديستندبل طبعا. فبالتالي انا بروح مدخله هنا سباكولم كويس، فتحت الانتيريور من البوستيريور وول، اشوف ايه لما ابعد الانتيريور فروم ذا بوستيريور وول اوف ذا فاجينا؟ السيرفكس. بالظبط، هشوف السيرفكس، امسك السيرفكس بحاجه اسمها بوتسلم او تناكلم او يعني حاجه ماسك عنق رحم، ادخل فيه هذه الكانيولا. الكانيولا دي في الاخر بيبقى فيه سرنجه بحقن فيها داي، بحقن الداي. فانا لما حقنت الداي في الكانيولا دخلت هذه الداي جوه مين؟ جوه اليوترس. وبعدين اليوترس ده لانه كافيتي فاخد الداي واتلون بلون ابيض، لما اجي اعمل زي اكس راي كده عليه اتلون بلون ابيض. وبعدين راحت الداي دي عدت جوه التشوب، شايفين التشوب فيلمنت، فيلمنت رفيع جدا جدا، فعشان كده مش بتبان بالالترا ساوند. الفيلمنت ده هيبان ازاي بالالترا ساوند؟ ما يبانش غير لو كان منفوخ بمي. فبتعدي جوه الفالوبيان تشوب، وبعدين تيجي عند الفيمبريال اند اوف الفالوبيان تشوب اللي هي اساسا او الانفانديبلوم ده اللي هو بيبقى اوسع شويه، عشان كده بتبقى واسعه شويه. وبعدين الداي بتخرج بره، بتخرج بره في البريتونيال كافيتي فانا بشوفها. فبالتالي لما انا اعمل هيسترو اسمه هيسترو، هيسترو ده يوترس، سالبينجو دي تشوبس، جرافي لانها اشعه، انت بتعمل اشعه بتاخد صوره. هيسترو سالبينجوجرافي دي وريت لي مين؟ اليوترس. وريت لي اليوترس ولا لا؟ اليوترين كافيتي. وريت لي اليوترين كافيتي نورمال ولا ابنورمال؟ يعني هي تريانجولر ولا فيها حتت فيلينج ديفكت ما خدتش الداي؟ بتوريني طبعا اذا كانت نورمال كده ولا فيها حتت فيلينج ديفكت ما خدتش الداي. بتوريني التشوبس ولا لا؟ بتوريني اذا كان عندي بروكسيمال تشوبال اوبستراكشن او ديستال تشوبال اوبستراكشن ولا لا؟ بتوريني، لان لو عندي بروكسيمال تشوبال اوبستراكشن هي مش هتبان التشوب اصلا لانها مش هتاخد الداي خالص. لا، ولو عندي ديستال تشوبال اوبستراكشن هلاقي كل التشوب بقت منتفخه مش بس الانفانديبلوم، لا ده بلاقي التشوبه كلها بقت منتفخه لان انا بقى عندي ديستال تشوبال اوبستراكشن، فكل التشوب بقت منتفخه زي ما هنشوف دلوقتي في صور اسمها هايدرو سالبنس. فبالتالي مهم ان انا عشان اشوف التشوبس دي ان انا اعمل هيستروسالبنجوجرافي. طب الاوفريز اخبارها ايه هنا؟ حبان المفروض؟ لا، لان دول مش كافيتي هياخدوا داي ازاي؟ فما ينفعش انك انت في الوسائل، احنا ما كتبناش حتى هيستروجرام هنا، هو اسمه هيستروسالبنجوجرافي، ما كانش فيه او خالص فيها، مش كده اللي هو الاوفري هو فيركتومي كده، ما كانش فيه اوفيريان. اوفيريان هشوفه ازاي؟ لانه مش كافيتي. فاللي بشوفه اليوترس، التشوبس، واذا كان في بيريتونيال ادهيجنز او لوكيليشن اوف ذا داي. تعالوا بص كده في صوره ثانيه عشان تبقوا متخيلينها. دي من ضمن الستيشنز اللي بتيجي في الاسكي طبعا. اهو ده اللي هو ادي الفاجينا، وادي ان انا حاطه الكاميرا بتاعتنا. حطينا الكاميرا بتاعتنا خلاص.
ادي الكانيولا وحقنا الداي، فالداي دخلت جوه اليوترس وبعدين لسه هي هتخش جوه الفالوكين شو عشان تطلع بره البريفيريال كابس. اهو دخلت اليوترس اتملى بالداي والفالوكين شو اتملت بالداي، والداي عشان بيتنت بروكسيمال اند وبيتنت ديستال اند، فخرجت الداي من الفالوكين شو. بتبان ازاي بالهيستوجرام؟ اهو ده بيبان الداي بتبان بيضة، فهو ابيض اليوترس باين ابيض من غير اي فيلينج افكت الفالوكين شو والداي اللي خرجت منها، فده نورمال هيستروسايت كونجكت. طبعا هنشوف صور كتير للهيستوجرامز بعد كده. او بعد ما اشيل الاتي كويس، بعد ما نشيل الكانيولا وكده هتبتدي الداي دي تنزل من اليوترس لان السيرفكس يعني مفتوحه بينزل منسس فهينزل الداي عادي، وتفضل الداي موجوده في البريتونيال كافيتي كده بريتونيال ستيل او يعني موجوده بطريقه راندوم في البريتونيال كافيتي كويس البريتونيال ستيل، لكن مش لوكيليتد في حته معينه. لو كانت لوكيليتد في حته معينه ده لو كان عندي ادهيشن بريتونيال ادهيشن، لكن طالما في فري سبيل الداي. طب ليه فري سبيل؟ هو ايه اللي بيوزع الداي؟ ايه اللي موجود جوه بيخلي الداي كده تبقى راندوملي في ايوه فلويد عادي؟ ليه مش بيبقى لوكيليتد في حته؟ ايه اللي بيخليه متوزع؟ ايوه في ايوه هو سبيس بقى. هو ايه اللي موجود جوه السبيس اللي في البطن دي؟ سيرك يا جماعه اللي موجود جوه السبيس في البطن دي فيها ايه؟ ها انتستن بالظبط كده انتستن. انت مش كده انتستن مش كده فيها معاه هو معاه بهذه الامعاء بتعمل فري ستيل للداي. لو كان في ادهيشنز هتبقى لوكيليتد الداي في حتت معينه كي لوكيول للداي كده، لكن مفيش فري بيريتونيال سبيل. فانا هنا عندي فري بيريتونيال سبيل لان ما عندناش ادهيشنز، فبالتالي ده نورمال هيستروسايتال. بصوا هنا مثلا هل التشوب باينه؟ يعني ده عندي اليوترس اهو التشوب انا مش شايفاها خالص ما خدتش داي اطلاقا، فعندي هنا ايه؟ بروكسيمال ولا ديستال؟ بروكسيمال بروكسيمال تشوب الاوبستراكشن. انا مش شايفه الداي دي بروكسيمال تشوب الاوبستراكشن، انا مش شايفه او الداي ما دخلتش. طب امال هنا عندي ايه؟ ايه رايكم؟ ايه دول؟ ايه هو فين اليوترس؟ اللي في النص ده كده هو التراينجل اللي في النص اللي داخل فيه الكانيولا. طب امال ايه اللي على الجنبين دول؟ ايه دول؟ ها دول ايه؟ يعني ايه الاورجان ده؟ فالوبيان تيوبس. لا فالوبيان تيوبس نورمال فالوبيان تيوبس؟ لا ابنورمال. ليه ابنورمال؟ هما فيهم ايه؟ ايه الباثولوجي؟ ديستال تيوب اوبستراكشن، فبالتالي اكيميليشن اوف ذا داي جوه، وطبعا التيوب دي برضه ديستندبل فبقت ديستندد وعملت حاجه اسمها هايدرو سالتنس. هايدرو سالتنس ميه انسايد التيوب وعندي ديستال تيوب اوبستراكشن. يحصل حمل؟ لا. ليه؟ عشان مش هتعرف تاخد الاوفر، ما هي مقفوله ديستلي مقفوله ديستلي مش هتعرف تاخد الاوفر خلاص، فبالتالي ما ينفعش يحصل هنا حمل. حلينا ايه هنا؟ حلينا ايه؟ لازم ان انا يا اما هفك البتاع. خلي بالكم طالما بقى في اكيميليتد وديستندد وكلام من ده، اخبار السيلياري فيزيولوجيكال فانكشن اوف السيليا جوه ايه؟ مش حلوه خالص، فبالتالي بقت شغاله اكنها حتى لو انت فتحتها ما هي اكنها بقت ماسوره. دي ما تعملكش نورمال بريجنسي، دي اخرها تعمل اكتاف، اخرها لما يحصل فيرتلايزيشن ده لو حصل والسبرم فعلا عرف يوصل مع انه ما فيش سيليري موفمنت توصله للامبولاري بارت، وبرده ما سيلي ما فيش سيليري موفمنت عشان يحصل ابتيك كويس للاوفم وتوصل برده للامبولاري بارت، فغالبا مش هيحصل بريجنسي حتى لو انت فكيت، ولو حصل غالبا هيبقى اكتاف بريجنسي. فعشان كده كان زمان قبل الاي دي اف اكسي كانوا بيعملوا تشوبوبلاستي بلاستيك سيرجري على التشوب سي ويفتحوها وكده، بس لو بعد كده ان هو ما لهاش بنفيت فاش قدامهم غيره، ما هو البنفيت ريسك ريشيو الريسك هتفضل على طول انفيرتايل. البنفيت ممكن يحصل بريجننسي حتى لو 1%، فعشان كده لكن دلوقتي طالما في حاجه اسمها اي في اف اكسي فلما بنلاقي المنظر ده بنجو فور اي في اف اكسي. بس عايز عندي سؤال، هل الفلويد هنا ممكن يوصل يعني هو يوصل البريتونيال كافيتي الفلويد انسايد سفالوكين شو يوصل البريتونيال كافيتي؟ لا ما هو طب يوصل للاوفري لليوترس؟ لانه مفتوح ما عنديش بروكسيمال تيوب الاوبستراكشن. الفلويد ده انفلاماتوري في انفلاماتوري سايز وماكروفاجس وكده، فممكن يبقى توكسيك للفيرتلايزد اوفر. دي مهمه دي مهمه، ممكن يبقى توكسيك للفيرتلايزد اوفر. فلو هتيجي تعمل هنا اي في اف اكس انت مهم تعمل حاجه اسمها تيوب ديسكونكشن، اديسكونكت هذه التيوبس عشان امنع ان الانفلاماتوري فلويد اللي فيه توكسيك ميديتورز ده لو انا جيت اعمل لها امبريو ترانسفير ما هو الفيرتلايزد اوفم اللي انا نقلتها دي هيجي لها فلويد توكسيك ليها، فالانفايرمنت مش هيبقى فيفربل عشان هي تجرو،
فبالتالي لازم اعمل لها حاجه اسمها تيوب ديسكونكشن او سالبنجكتومي، اشيل التيوبس دي لان هم اصلا نون فانكشنينج. بالعكس ده هم ديتريمنتال او يعني مضرين للفيرتلايزد اوفر. ففي ستيب بنعملها هنا، يعني قبل ما اقول التريتمنت اي جي اف اكس لازم الاول اعمل لها تيوب ديسكونكشن قبل ما اعمل الاي جي اف اكس. طيب هل في دي تحمل تحمل في التوبك؟ ايه مين ايه رايكم تحمل في التوبك؟ دي عندها طفل مش هيوصل لها السبرم منين، مش كده ولا ايه؟ فيعني السبرم واصل هنا هيوصل للاوفم ازاي؟ ما هو في فراكشنال اوبستراكشن، فدي ما تحملش. طب اعمل لها حلها ايه تحمل ازاي؟ محتاج اعمل لها تيوب ديسكونكشن، اصل هي ديسكونكتد اصلا فمش محتاجه. فبالتالي لو انا عندي، على فكره دي مهمه لان بنديها لكم كتير في الانتي كيوز الكيس، عندها هيدروسالفنس انيشال تريتمنت ليها ايه؟ انيشال تريتمنت مش اي دي اف اكس، انيشال تريتمنت تيوب ديسكونكشن وبعدين اي دي اف اكس. لكن لو هي عندها بروكسيمال تيوب اوبستراكشن لا، انيشال تريتمنت على طول اي دي اف اكس، اعمل لها تيوب ديسكونكشن. ما هي ديسكونكتد، اعمل لها تيوب ديسكونكشن ليه؟ فلازم تبقى انت فاهم عشان تبقى انت متخيل التريتمنت ازاي. تاني نركز في احنا بنتكلم على ايه؟ على تيوب الفاكتور اوف انفيرتيليتي. ايه اللي يعمل لي تيوب الفاكتور؟ اي حاجه تافكت الموتيليتي اوف ذا سبيرمز، اللي هو زي ايه؟ زي حصل انفكشن سيفير سالبنجايتس وعمل هنا فايبروزس وكده، فبالتالي بقت البيتنسي افكتد او السيليري موفمنت افكتد. اكتر حاجات تعمل اللي هو بي اي دي وسيرجري واندوميتروزس، دول بيعملوا لي ان ذا فورم اوف وات، اسال العيان على ايه؟ اذا كان عندها هي هيستوري اوف فيفر وديسشارج وادميشن تو ذا هوسبيتال واي بي انتي بايوتكس اخذتهم وكده عشان تريتمنت للبي اي دي، او عملت اي ابدومنال سيرجري انكلودنج سيزاريان سكشن مايومكتومي مش عارف يعني اي اوبريشن حتى ابندكس او حاجه زي كده. طيب بنعمل ايه الانفستيجيشنز؟ هيستروسالبنجوجرافي نمبر 1. ايه كمان؟ في ممكن منظار اعمله؟ ايه رايك؟ هو يعني ايه منظار؟ في تو منظار ممكن نعملهم، يا اما لاباروسكوب اللي هو ابدومينال او هيستروسكوب اللي هو فاجينال. خلاص؟ منظر الابدومينال ادي بطن العيانه، بنحط فيها المنظار وبنفخ جاز عشان ابعد الانتيريور ابدومينال وول من الاورجنز، فبالتالي يبقى اقدر ان انا اشوفه. بدخل طبعا كاميرا، ابص على اليوترس، ابص على الاوفريز، ابص على التيوبس، وبعدين برضو بنحقن داي زي فكره الايستروس على البنجاجريف. بس طبعا المنظار ده عند الانستيزيا، بنحقن داي من السيرفكس وبنبص بقى على الداي بعينينا ان الداي دي خرجت، ان الداي دي خرجت من الفالوبيان تيوبس، عشان كده بنحقن داي ليها لون زي حاجه اسمها ميثيلين بلو. بنحقن داي دي الستروكرز اهو، بنحقن داي اهو، ده اليوترس يا دكاتره كويس، ودي طبعا الفالوبيان تيوبس وده الاوفري كويس. بحقن الداي من السيرفكس، هتخش جوه اليوترس، هتخش جوه الفالوبيان تيوبس، تطلع الداي دي من الفيمبريال اند في الدوبلس باوتش او يعني بوستيريور تو ذا يوترس. فطالما ان انا شفت الداي دي موجوده يبقى التيوبس دي بيتنت ولا مش بيتنت؟ يبقى بيتنت. ده اللي هو اللاباروسكوبي، واللاباروسكوبي ده جولد ستاندرد عشان اشوف التيوبس. تاني يبقى انا الانفستيجيشنز اشوف التيوبس ازاي؟ يا اما هيستروسالبنجوجرافي اللي احنا شفناها قبل كده، دي اندر انستيزيا ولا ويزاوت انستيزيا؟ ويزاوت انستيزيا مش محتاج، لان السيرفكس از نوت سنسيتيف تو تاتش، السيرفكس از اونلي سنسيتيف تو دايلاتيشن. البين بتاع الدايلاتيشن، عشان كده الدي ان سي او الدايلاتيشن اند كراتج هي بتعملها اندر انستيزيا، لكن تركب لولب انت مش محتاج تعمل دايلاتيشن، فمن غير انستيزيا. الستات كلهم بيركبوا لولب في العياده، محدش بيخش العمليات عشان يركب لوب. خلاص؟ وبالتالي برضو هيستروجرام انت مش بتعمل دايلاتيشن للسيرفيس، انت بتحقن بس داي، فمش محتاج انستيزيا. طب اللاباروسكوب انستيزيا ولا لا؟ طبعا انستيزيا، طبعا جنرال انستيزيا، فده انفيزيف. فبالتالي عشان تعمل سكريننج فور تيوب الموتيليتي، تفضل انك انت تبدا باللاباروسكوب ولا بالهيستروسالبنجوجرافي ولا باللاباروسكوب؟ هيستروسالبنجوجرافي. فالهيستروسالبنجوجرافي هيوريلي انا عندي بيتنت تيوبس ولا بروكسيمال تيوب الاوبستراكشن ولا ديستال تيوب الاوبستراكشن. واضح؟ في سؤال في القصه دي في التيوبس؟ لا ده بالهيستروجرام مش باللاباروسكوب. دكاتره منظر الهيدروسالفنس ده انا
شفته بالهيستروسالبنجيوغرافي. طب امال اللاباروسكوب ايه؟ مش هلاقي ان في دايم طلع هنا، انا اخري هشوف التشوبه كلها منتفخه وفيها بلوش ديسكالوريشن، لان الداي مش عارفه ان هي تخرج من الديستال اند اوف ذا تشوب. ساعات ثانيه واحده سؤال، في الهيستروسالبنجيوغرافي ساعات بعد الهيستروجرام بيكون في مثلا مش فايبروزس، ميوكوس بلاج او حاجه زي كده. فبعد ما بتعمل هيستروسالبنجيوغرافي للعيانه تجي لك الشهر اللي بعده او اللي بعد حملك، ان ممكن تكون الميوكوس بلاج دي انت عملت لها ديسلوجمنت لما حقنت هذه الدار، يعني لو هي حاجه فيري فيلمي اوبستراكشن يعني اوكي. لكن لو هي دنس اديشنز وفايبروزس لا، مش هيحصل لك ان هي تحمل بعديها، لان دي في ادهيجنز موجوده انت لازم تقصقصها، وبرده لو قصقصتها انت يو ديدنت ريجين ذا فيزيولوجيكال فانكشن، انت جاست يو ريجين ذا بيتنسي اخرك، لكن مش الفيزيولوجيكال فانكشن اوف ذا تشو. كان في سؤال الناحيه دي واحنا وانا شغاله ولا ايه؟ لو هي مثلا برود ليجامنتري فايبرود وهي ستريتشد عليه قوي، بس لازم يبقى بايلاترال، لان كلمه تشوب الفاكتور اوف انفيرتيلتي مهمه يا دكاتره ركزوا معايا. كلمة تشوب الفاكتور يبقى عندي وان تشوب افكتد ولا بوث تشوبز ار افكتد؟ لازم الاثنين، لان لو واحدة افكتد ما هتحمل من الناحية الثانية عادي، يعني ما انا يعني مش عارف هي حملت من دي ولا من دي، هي طالما حملت خلاص انت محتاج واحدة تشوب عشان تبقى فيرتايل، انت مش محتاج او يعني يحصل كونسبشن، انت مش محتاج بوث تشوب. فميكانيكالي ممكن، بس اكستريملي رير انه يبقى عندك ميكانيكال اوبستراكشن او يبقى عندك مثلا فايبرويد افكتنج الكورنيال اند، بس مش الكورنيال اند واحدة والثانية كمان، فيعني حظ سخيف جدا ان هو عندنا ناحيتين يحصل لهم نفس الحاجه فيبقى فيها اوبستراكشن، لكن دول اللي هم الموست كومن، عشان كده دول اللي احنا بنسال عليهم. فيبقى كده الانفستيجيشنز اللي بنعملها عشان التشوب هيستروسالبنجيوغرافي اند لابراسكوب. في سؤال هنا مهم جدا، في سؤال هنا مهم للغايه، انت لو حاضر والله حاضر ثانيه واحده، لو عملت هيستروسالبنجيوغرافي ولقيت بايلاترال بروكسيمال تشوب الاوبستراكشن، او بمعنى ادق لقيت البوست تشوبز مش متشافين خالص، يعني انا I couldn't see both tubes are not visualized from the proximal end. Both tubes are not visualized. وعلى فكره في الكونكلوجن بتاع الهيستروجرام ما بيقولكش proximal tube obstruction. بيقول لك unvisualized right tube او unvisualized left tube او unvisualized both tubes. ما بيقولكش ابدا obstruction. ليه مش بيقول لك obstruction؟ ممكن تبقى جنس، بس ده very remote. يعني انت لما تفكر ده خلاص فكرني بال what's common is common، مش كده ولا ايه؟ مش ال very remote possibilities. What's common is common. ايه اللي ممكن يبقى common؟ proximal post tubes are not visualized. التوبة او واحدة ما اتشافتش خالص. ليه؟ ممكن تبقى ايه الاسباب؟ ها؟ يبقى عندها ايه؟ spasm. هاي ده الموست كومن. احنا لسه بقول without anesthesia. Without anesthesia. فممكن يحصل involuntary spasm of the muscles. Spasm of the muscles. ممكن يحصل انفولانتري سبازم للمسلز دي، فبالتالي ما تقفل سبازم المسلز قفلت فما خدتش الدار سبازم، وده الموست كومن. طبعا ممكن تبقى بريفيسلي مثلا كان عندها اكتوبيك واحنا عملنا لها سالبنجكتومي، يعني ممكن يبقى يعني اسباب، بس الموست كومن في الهيستروسالبنجيوغرافي ان بروكسيمالي تلاقي ان التيوب كده مش باينه لك اللي هو سبازم. طب اعرفه ازاي ده؟ يعني اعرف ازاي هي بروكسيمال تيوب اوبستراكشن فعلا فايبروزس ولا ان هي كانت سبازم؟ لابروسكوب بالظبط كده. فنيفر ايفر انك انت تاخد ديسيجن على الهيستروسالبنجيوغرافي. لو لقيت بايلاترال بروكسيمال تيوب الاوبستراكشن ما تقولهاش يا مدام انت لازم تعملي اي بي ات اكس، لا نعمل لابروسكوب عشان نشوف ده سبازم ولا لا. لو سبازم طب ما خلاص ما هي ما فيهاش حاجه، دي زي الفل ما فيش اي مشكله، ده انا وقت بس ما عملت لها الهيستروجرام هو اللي كان فيه سبازم، لكن مش كل مره يحصل يعني فيعني مش فبالتالي هتسيبها عادي وتقول لها التشوبس بتاعتك بيتنت وزي الفل، لان فعلا التشوبس بيتنت وزي الفل، بس حظك انك انت كان فيها سبازم وانت ما انت عملت الهيستروسالبنجيوغرافي. فيو نيفر ايفر انك انت كومنت على التشوبس لو هي كانت اوبستراكتد بروكسيمالي غير لما تجو فور لاباراسكوبي. وافتكروا الكلمه دي لان دايما بتجي لكم في الامتحان ودايما بتروحوا جو فور اي دي اف اكس مش فور لاباراسكوبي، يعني فمهمه قوي 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 ان هو وانس ان هو انت تلاقي هيستروسالبنجيوغرافي بروكسيمال تيوبس في اوبستراكشن او انت مش شايف التيوبس يبقى على طول تجو فور لابراسكوبي عشان تكونفيرم هي بروكسيمال تيوب الاوبستراكشن فعلا ومحتاجه اي بي اف اكس ولا دي جاست سبازم ومش محتاجه اي تريتمنت خالص وتسيبها وهي هتحمل لوحدها. فبالتالي جول ستاندرد عشان تشوف التيوبس هو اللابراسكوبي، لكن بنعمل طبعا الهيستروجرام الاول لانه سكريني. لو لقيته من الاول نورمال خالص انت مش محتاج تعمل لابراسكوبي. طب لو لقيت ان انت عندك هيدروسالبنس محتاج اعمل لابراسكوبي تو كونفيرم ولا اجو فور تريتمنت؟
اكونفيرم ايه؟ يعني هل لو لقيت بايلاترال هايدروستاتكس ايه احتمالياتها؟ نمبر 1 دي سيرتوبل اوبستراكشن. طيب هل في احتمالات اخرى؟ ايه؟ ايه؟ لا علي صوت مين اللي بيتكلم؟ ها؟ ايوه كلمه اوت فلو تراك اوبستراكشن لمين يعني؟ تحت ولا فوق؟ ما انت طالما دخلتي من تحت ودخلت الداي هل ممكن يبقى تحت؟ الاوبستراكشن اكيد الاوبستراكشن ديستال تيوب الاوبستراكشن. هل ليها حل اخر غير ان هي تبقى ديستال تيوب الاوبستراكشن؟ يبقى بالتالي هتقول لها ايه؟ انت عندك هيدروسالبنج جيتو ديستال تيوب الاوبستراكشن، احنا لازم نعمل اي بي اف، بس قبليها هنعمل تيوب الديسكونكشن عشان الريزلت بتاعه الاي بي اف تبقى احسن. محتاج اعمل لها لاباروسكوب؟ لا خالص، انا اي كونفيرم خالص بالهيستروسالبنجوجرافي، انا بس هعمل لاباروسكوبي عشان التيوب الديسكونكشن، عشان انا بعملها تيوب الديسكونكشن باي لاباروسكوبي كمانجمنت يعني، لكن مش اي كونفيرم. انا ماي دايجنوزس واز كونفيرم بالهيستروسالبنجوجرافي. يعني سؤال هنا، هل بس يعني انت ايش عارفك انه سباز؟ يعني هو ده ديفرنشال دايجنوز، يعني هل اديها مصر ريلاكسنت وعيت لها الهيستروسالبنجوجرافي ولا اعمل لها لاباروسكوبي؟ ايه رايكم؟ مثلا لو بتلاقي مصر ريلاكسنت بتلاقي برده نفس المنظر، اي كونفيرم ماي دايجنوزس برده لا، فبالتالي خلاص انت عملت السكريننج والسكريننج طلع لك كده، مفيش ابدا يعني فكر ان انا اعيد السكريننج ميثود، انا بعمل كونفيرماتوري ميثود زي بالظبط لما نيجي ناخد الباب سمير وكده، ده سكريننج، لقيت انه في باثولوجي بجو فور بايوبسي مش بريبيت الباب سمير ثاني، طب ما هو يعني ايه اللي هيغيرها؟ فبالتالي بجو فور كونفيرماتوري، وانس ان السكريننج طلع بوزيتيف يبقى جو فور كونفيرماتوري، السكريننج بتاع الهيستوجرام الكونفيرماتوري هو اللي اوكي. طيب يبقى ده بالنسبه للتيوب فاكتور، التريتمنت اوف تيوب فاكتور اوف انفيرتيليتي. ها تريتمنت اوف تيوب فاكتور اوف انفيرتيليتي ده فاكتور اي بي اف اكس، كان زمان بيعملوا تيوب بلاستي وديزلايز والكلام من ده، عشان كان الاي بي اف اكس ده مش هو الاي بي اف اكس، حد يعرف سنه كام او اول واحده اتولدت بالاي بي اف اكس؟ معلومات عامه. ها مش في السبعينات؟ كام سبعينات؟ كام سبعينات؟ 78 لويزا براون 78، وهي دلوقتي حيه ترزق يعني، وجابت عيال ناتشورال بريجننسي كويس، فده بالنسبه للاي بي اف اكس فكان سنه 78. قبل 78 ما كانش قدامهم غير ان هم يعملوا تشوبو بلاستي وديز والايسيز وكلام من ده، ده بالنسبه للتشوبو فاكتور اوف انفيرتيليتي بالتريتمنت. بعد كده هل انا محتاجه نورمال يوتراين كافيتي عشان يحصل كونسبشن؟ طبعا. امال الامبلانتيشن بيحصل فين؟ طبعا انا محتاجه، بس ال contribution of uterine factor of infertility قليل، يعني مثلا في الفيميل فاكتورز يمكن نصهم اوفيريان ونصهم تيوبل، 40% تقريبا اوفيريان 40 45، ونفس القصه بالنسبه للتيوبل 5% كده بيبقوا يوتراين او اندوميتريال فاكتورز، و 1-2% سيرفايكال فاكتورز. طيب ايه بقى اليوتراين فاكتور؟ تفتكروا ايه اليوتراين فاكتور؟ ايه الايتيولوجي؟ ايه الاسباب اللي ممكن تعمل لي يوتراين فاكتور اوف انفيرتيليتي؟ سبتم. اي حاجه بتأفكت الامبلانتيشن سبتم، يكون عندي سبتم. طب السبتم ليه أفكت الامبلانتيشن؟ مش ممكن الامبلانتيشن يحصل على السبتم؟ هو السبتم هل هو مختلف عن مايوميتريا؟ ايه اختلافه؟ فايبرس تيشو بالظبط كده، فحتى لو حصل عليه امبلانتيشن مش هيحصل امبلانتيشن، ده مفيش نيتريشن، فعلى طول هتنزل ان فورم اوف مانسز قبل ما يحصل امبلانتيشن. فطبعا ممكن يبقى عندي انترايتران سبتم او اشرمان سندروم، اشرمان سندروم انترايتران ادهيجن برده مش هيحصل امبلانتيشن، او على حظها عندها سبميوكس مايوما او بوليب او حاجه في ذا سايت اوف امبلانتيشن فوق في الفانجس، لان الامبلانتيشن بيحصل عند الفانجس. فكل دول يوتراين فاكتورز اوف انفيرتيليتي. طب هسال العيانه على ايه؟ هعرف منين سيمبتوم سجستيف اوف يوتراين فاكتور اوف انفيرتيليتي؟ ابنورمال بلين، تقولي انا عندي منسز تنزل كتير قوي او سجست بوليب ولا فايبرويد ولا ايه، او تقولي انا عندي مثلا امينوريا او اشرمان سندروم وكنت مكحوته قبل كده او مش عارفه. فيعني ده بالنسبه لليوتراين فاكتور اوف انفيرتيليتي. ايه الانفستيجيشنز اللي تحب تعملها عشان تشوف اليوترس؟ الترا ساوند طبعا، الترا ساوند نمبر 1، الترا ساوند، الترا ساوند، لان البوليب تبان بالالترا ساوند، الميوما تبان بالالترا ساوند، فديفنتلي السكريننج بتاعنا هيبقى باي الترا ساوند. فبنعمل الترا ساوند ان احنا نشوف اذا كان عليه يعني نشوف اليوترس، فالالترا ساوند بيبين لنا ساعات كمان بنحسب الدايت سايد نشوف اذا كان في فيلينج ديفكت ولا لا، بنسميه سونو سلاين انفيوجن سونوجرافي، سلاين انفيوجن، لان بنحسب ان السلاين
في اليوترين كافيتي ونشوف اذا كان في فيلينج ديفكتس او ايه يعني قلنا الترا ساوند. ايه كمان هيستروسالبنجوجرافي نفسه لو عملنا هيستروسالبنجوجرافي ما لقيناش ان هو اليوترين كافيتي ده تراينجل لقينا ان هو في فيلينج ديفكتس. يعني ايه فيلينج ديفكتس؟ يعني في حته في اليوترين كافيتي ما اخدتش هذه الدار حته هو اليوترين كافيتي ما خدتش الدار. شايفين يا دكاترة؟ في حتة كده فيلينج ديفكتس حتة انسايد اليوترين كافيتي ما خدتش الدار. هتقول هي ما دول مالتيبل بوليباي مالتيبل فايبرويد ده اشرمان سيندروم يعني ليه الحتة دي ما خدتش الدار؟ ليه في ادهيجنز انترايترين ادهيجنز او في مثلا فيلينج ديفكت في الحتة دي؟ فانت ممكن باليوترين فاكتورز دول تشوفهم يا اما بالتي في اس ترانس فاجينال سونوجرافي كويس سونار سونار او بالهيستروسالبنجوجرافي اهو او لاباروسكوب. ايه رايكم لاباروسكوب يبين لي انا عايز اشوف الكافيتي ولا الاوتسايد؟ الكافيتي يبان باللاباروسكوب الكافيتي؟ لا امال يبان بايه؟ هيستروسكوب. بالظبط كده هيستروسكوب. طبعا نو بوينت انك انت تقول لي يوترين فاكتور اوف انفيرتيليتي اعملها لاباروسكوب. لاباروسكوب هيبان لك ايه؟ بيبان لك الفانجس. انت ما شفتش الكافيتي وانت عايز تطمن على الكافيتي جوه انه ما فيش حاجه ات سايت اوف امبلانتيشن ما عنديش ادهيجنز ما عنديش بوليباي ما عنديش فايبرويد فدفنتلي هو هنا الهيستروسكوبي مش اللاباروسكوبي. الحاجات دي كلها محتاجه انك تبقى فاهم ايه اللي بيوريك ايه؟ ايه اللي بيعمل ايه؟ عشان ما تحطش بقى انفستيجيشنز كلها وخلاص كده كله زي بعضه كله مع بعضه. هي فرق ايه لاباروسكوب من هيستروسكوب؟ هي فرق ايه هيستروسالبنجوجرافي؟ طب ما احط هنا الترا ساوند عشان اشوف التشوب هيجرى ايه يعني؟ هيجرى ايه يعني؟ ما هي مش هتبان اصلا هعملها ليه؟ ما هي مش هتبان. فلازم تبقوا فاهمين كل انفستيجيشنز هي ممكن تورينا ايه او ما توريناش. طب افرض ان هو طلع يوترين فاكتور اوف انفيرتيليتي طلع عندك بوليب طلع عندك مايوما طلع عندك اشرمان سيندروم هتعمل ايه؟ تريتمنت اوف سكوز فهيبقى التريتمنت بتاع التريتمنت اوف سكوز يا اما فاليباكتومي مايماكتومي لايسس اوف ادهيجن يعني على حسب الكوز عندك ايه هيبقى تريتمنت اوف الكوز بتاع اليوترين فاكتور. في سؤال في اليوترين فاكتورز؟ سرفايكال فاكتور اكستريملي رير السرفايكال فاكتور هو يبقى انفيفربل سرفايكال ميوكس انفيفربل سرفايكال ميوكس اكثرهم اللي هو ذا بريزنس اوف انتي بوديز في السيرفكس في السيرفايكال ميوكس against a specific sperm seed. نوع الانتي بوديز دي بيبقى ايه اللي موجود في السكريشن؟ IgA هو اللي بيبقى موجود في السكريشن فعندها انتي بوديز against these specific sperms. عشان كده هي اتجوزت فلان ما حملتش وبعدين بعد كده لما اتجوزت فلان حملت على طول وهو كمان حمل على طول وكلام من ده فممكن يبقى عندها انتي بوديز against a specific sperms ده طبعا extremely rare يعني بس يعني انتي بوديز. فبنعمل له ايه؟ حاجه اسمها بوست كويتال تيست. هو موجود في الكتاب انا مضطر اقول ما حدش بيعمله خالص في ولا في البرايت ولا في الاصل العلمي ولا انا شفته بيتعمل ولا اي حاجه بس موجود فهنقول يعني بوست كويتال تيست من اسمه كده بوست كويتال تيست بيتعمل افتر كويتس افتر سكشوال انتركورس immediately ده التايمنج بتاعه. ليه يتعمل immediately after sexual intercourse؟ عشان باخد عينه من السيرفيك من السيرفايكال ديسشارج اللي موجود المفروض ان انا لما اخد عينه من السيرفايكال ديسشارج immediately after intercourse الاقي ايه؟ هيبقى في سبيرمز ولا فيهوش؟ لازم يبقى في سبيرمز. هيبقوا ليفنج ولا داد؟ كلهم؟ انا بنقول immediately after intercourse لازم كلهم يبقوا داد؟ لا هيبقى في داد وفي عايش وكده لان هو اصلا هيبقى جاينا في اسيتك بس انا بقول immediately ده حتى المفروض ان هو يتعمل في الماء يعني يحصل انتركورس في المعمل وبتاخد immediately الديسشارج ده عشان كده بنقول ان هو مش فيزي بتاعه ما بيتعملش التست يعني. فالبوست كويت التست بتاخد عينه لو لقيت ان كل السبيرمز داد ايه الديفرنشال دياجنوزيس بتاعه؟ السبيرمز كلهم داد اسمه ايه لو كل السبيرمز داد اسمه ايه؟ عزوسبرمي هو ما فيش سبرمز خالص بس ميتين اسمه ايه؟ نيكروسبرمي بالظبط كده نيكروسبرمي كل السبرمز ميتين ايه الديفرنشال دياجنوزيس بتاعك؟ انتي بوديز ده وان ديفرنشال دياجنوزيس هم اساسا بيطلعوا ميتين نيكروسبرمي. طب هفرق بينهم ازاي؟ ما انا اصلا المفروض اكون عامله سيمن اناليسيز الاول وشايفه هم نيكروسبرمي اصلا ولا لا؟ مش كده ولا ايه؟ لو كانوا الاول لا هو ما كانش نيكروسبيرميا لكن انا لما خدت العينه لقيتهم نيكروسبيرميا يبقى هي كده عندها انتي بوديز اجانست لان هو يعني مش معقول كلهم يموتوا مش اسيتك من الاسيتك بي اتش فلازم الاقي حاجه عايشه يعني من الملايين اللي موجوده دي مش كده ولا ايه؟ فبالتالي كون ان انا الاقي بوست كويتال تاست بتاعي في نيكروسبيرميا يبقى غالبا عندنا
انتي بوديز اجانست سبيرمز. هو ليه بيعملوه بعد الانتركورس؟ عشان تشوف سبيرمز. ليه ما بياخدوش عينه من الميوكس ويحطوا عليه سبيرمز في المعمل؟ ايوه بس عشان تشوف هو ال pH يعني الحاجات دي ما انت مش هتقدر تكنترول. ايوه عشان تقدر تكنترول كل الفاكتورز الموجوده في الفاجينا، الفاجينا سيكريشنز مع ال pH ده مش هتقدر تكنترول الحاجات دي، فانت عشان كده لازم تشوف بالناتشرال بيولوجيكال اللي هو لما يحصل انتركورس هل السبيرمز دول هيكون نيكراتيك ولا، لان ممكن يافكت الانفايرمنت يافكت فيطلعوا ان هو نيكروسبيرمي عشان الانفايرمنت بتاع المعمل بتاعك، لكن الكونديشنز دي مش موجوده بيولوجيكال خلاص. فده بالنسبه زي ما انتم شايفين هو مش فيزبل قوي. طب افرض ان هو انت لقيت ان عندك نيكروسبيرمي انتي بادي، هيبقى العلاج ايه؟ ها ايه رايك؟ هي المشكله عندي فين؟ في السيرفس. طب انا محتاجه اعمل ايه؟ اعدي السيرفس. ازاي اعدي السيرفس؟ ايوه عامل لها ايوه. هو يعني اي بي اف بس الاول ان فيترو فيرتلايزيشن اللي هو بالعربي، حد يعرف؟ لا الحقن الجهري اللي هو الاكسي اللي هو انترا سايتوبلازميك سبيرم انجكشن، هو ده الحقن المجهري هو الاكسي، ان انا باخد سبيرم طبعا واخد سبيرم واحد واروح حقناه في فوليكل اندرز مايكروسكوب تحت المجهر تحت المايكروسكوب، عشان كده بيقولوا هو عليه حقن مجهري ده الاكسي. امال ايه الاي دي اف؟ اطفال عنبي ان فيترو فيرتلايزيشن اطفال عنبي، فانا هنا محتاجه اعمل لها اي بي اف او اكسي؟ لا أنا محتاجة بس اوفركم اعمل لها ايه؟ ايو اي ايو اي انترا يوتراين انسيمينيشن او تلقيح صناعي اللي هو ايه؟ باخد السبيرمز كويس اني بقول له اديني عينه سبيرمز، بعمل لهم سنتريفيجيشن عشان اخد الموست اكتف، احطهم في كانيولا كويس، ادخل هذه الكانيولا ثرو ذا سيرفيكس عشان اوفركم السيرفيكس واحقن السبيرمز انسايد ذا يوترس انترا يوتراين انسيمينيشن، بس ما بعملش اكتر من كده. ات ذا تايم اوف اوفيليشن عند اليوم ال 13 ال 14 ات ذا تايم اوف اوفيليشن بعمل القصه دي. انا ولا اديت لها اندكشن اوف اوفيليشن ولا عملت لها اي بريبريشن ولا اي حاجه، هو بس ثمن الكانيولا دي اللي هي 50 جنيه، بس اسمها انترا يوتراين انسيمينيشن. انترا يوتراين انسيمينيشن يعني اي انسيمينيتد ذا سبيرمز انسايد ذا يوترس، بس كده ما عملتش اي حاجه ثانيه. تلقيح صناعي لقحتها صناعيا، دخلت السبيرمز جوه اليوترس عشان تو اوفر كام السيرفكس فقط لا غير، ده اسمه انترا يوتراين انسيميشن. اوكي ده غير الاي بي اف اكس انترا يوتراين انسيميشن. في سؤال في السيرفايكال فاكتورز؟ فهو فعلا التريتمنت بتاع السيرفايكال فاكتورز ايوه ان اكسبلين انفيرتيليتي افتر اكسكلوجن اوف اول كوزز سيمن فولا هرمون البروفايل دي 2 دي 21 اوفيلاتري وهيستوجرام نورمال لاباروسكوب نورمال تي بي اف ترانس فاجينال سونوجرافي نورمال هيستروسكوب نورمال كل حاجه نورمال. ايوه امال ما بحملش ليه ان اكسبلين انفيرتيليتي يا مدام؟ هو في حاجه اسمها كده؟ ايوه في حاجه اسمها ان اكسبلين انفيرتيليتي ما بنبقاش عارفين ليه، ممكن بعد كده يبقى تبقى اكسبلين. انا لما كانوا بيشرحوا لي ان اكسبلين انفيرتيليتي دي ما كان ممكن من ضمنها اندوميتريوزس كانوا بيحطوها في الان اكسبلين، دلوقتي لا دي اكسبلين فبتحطها مع البريتونيال فاكتورز اوف انفيرتيليتي فدي اكسبلين. جينيتك فاكتورز ايمونولوجيكال فاكتورز وات ايفر اللي هو الانتي سبيرمز انتي بوديز الحاجات دي كل ده كان الاول بيقولوا كانوا فاكرينها من ضمن الان اكسبلين. ممكن تبقوا انتوا بقى تلاقوا حاجات في الان اكسبلين دي وتبقى اكسبليند وتحطوها ويبقى ليها معنى ان اكسبلين انفيرتيليتي. طب الدايجنوستيك ازاي بقى كونفيرم ان انا اعمل لاباروسكوبي هيستروسكوبي او ساعات بنقول دي اتش ال دايجنوستيك لاباروسكوبي هيستروسكوبي عشان يمكن الاقي حاجه؟ لو ما لقيتش فعلا يا مدام انت ان اكسبلين انفيرتيليتي. طيب يعني ايه اعمل ايه في الان اكسبلين انفيرتيليتي دي؟ يا اما هي تايب لا هتقعدوا معايا 5 دقايق معلش انا هسيبكم على 9 ل 5 ما يجراش حاجه ما انتوا كلكم او يعني بتبتدوا 9 اقعدوا معايا 5 دقايق. ف ان اكسبلند انفيرتيليتي لا انا ما بحبش الموضوع يبقى على مرتين انا بحب الموضوع يخلص على مره فكده بتبقوا لمين الدنيا في دماغكم بدل ما نقعد نتسوح النهارده ناخد الاوفيريان بكره تشوف بعده مش عارف ايه تبقوا انتوا مش فاكرين بقيت الموضوع كان اول الموضوع كان ايه اصلا. فاللاباروسكوبي ده هو بتاع الان اكسبلند انفيرتيليتي عشان تاكسكلود كل الفاكت ما عندكيش حاجه خالص يا مدام. يا اما هي تجرب تايم انتركورس لو عايزين يكملوا حياتهم طبيعي لسه وهي سنها صغير وجوزها صغير سنه صغير وكده، يا اما لو هم سنهم كبير او هي سنها كبير او كده يبقى جو فور اي بي اف اكس سي او انفيترو فيرتلايزيشن اند امبريو ترانسفير. ايه هو بقى الاي بي اف اكس سي؟ ايه الحقن المجهري واطفال عنبي بيعملوا فيه ايه ده يا دكاتره؟ احنا الهدف ان انا امامك الناتشورال سايت. يعني ايه امامك الناتشورال سايت؟ يعني انا اللي اديها الاف اس اتش والال اتش من بره وكل الحاجات دي واخد منها كمان الاوغوسايت واعمل لها فيرتلايزيشن ادخل السبرم لو حامل اكسي السبرم انسايد سايتوبلازم عشان اعمل الفيرتلايز اوفم او اكون الامبريو وبعدين اخد هذا الامبريو اعمل له ترانسبورت. فاول ستيب خالص ان انا اعمل لها داون ريجوليشن
حتى لو كانت شغال شويه لانها ممكن تعمل الانكسبلين مش لازم يتعمل وبس للهايبوثالاميك والبيتيوتري فاكتورز. حتى لو هي مثلا كانت بي سي او فيلد على كلوميد ممكن برضو اعملها في الاي في اف اكسي ممكن انكسبلين واعمل لها فبالتالي ممكن يبقى عندها اكسس. فاول ستيب داون ريجوليشن اوف ذا بيتيوتري تخلي البيتيوتري دي ما تشتغلش. ما هي بتشتغل من الجي ان ار اتش فبالتالي اي بلوك الجي ان ار اتش فبدي جي ان ار اتش اجنست خلاص عشان يبلوك السكريشن بتاع ما يبقاش الجي ان ار اتش البيتيوتري شايفه يعني الجي ان ار اتش اللي هو الاندوجينس عشان ما تشوفوش فبديها جي ان ار اتش انالوجز عشان يبلوك الريسبتورز اللي عند البيتيوتري بتاعه الجي ان ار اتش فهي ما تشوفش الاندوجينس وابتدي انا بقى اديها اكزوجينس خلاص. فاول ستيب بتبقى داون ريجوليشن اوف ذا بيتيوتري باي جي ان ار اتش اجنست. جي ان ار اتش اجنست بيعملوا انيشال ستيميليشن فولود باي ديبريشن فبالتالي الانسنس بتاع الاوفيرين هايبرستيميليشن ممكن يبقى عالي. عشان كده في حاجه اسمها جي ان ار اتش انتاجونست ده ايميديتلي ديبريشن من غير الانيشال ستيميليشن بس بيطلع عدد اقل من الاوسايد. يعني نعمل دي ولا دي؟ انت عندك البنفيت بتاع ده والبنفيت بتاع ده والريسك بتاع ده والريسك بتاع ده انت حدد. اما مثلا للبي سي او عشان بنبقى خايفين قوي من الهايبرستيميليشن فبنجو مع الانتاجونست عشان ما يبقاش عندي الانيشال ستيميليشن. لو هي اصلا عندها هايبوثالاميك بيتيوتري كوزز فانا مش خايفه من الانيشال ستيميليشن دي فممكن اجو مع الاجونست عشان اطلع عدد فوليكلز كتير. يعني انت عندك الاثنين اختار اللي انت عايزه فيهم عارف الدروباكس بتاع ده وده. يبقى اول ستيب داون ريجوليشن اوف ذا بيتيوتري. ثاني ستيب اديها بقى من بره اندكشن اوف اجنيشن من بره اللي هو ادي اتش ام جي اس سي جي HMG من day 2 HMG يوم او يوم لا يوم او يوم لا لحد ما اوصل بتابع بالفوليكلومتري. اول ما اوصل اللي عندنا دوميننت فوليكلز كتير لانه هيبقى كتير انا بدي HMG كتير فبالتالي يبقى عندي فوليكلز كتير يبقى ساعتها اديها SCG. ليه هو ال SCG مش هو ده بيعمل اوفيليشن؟ لا بيعمل كمان فاينل ماتوريشن اوف ذا اوفسايت عشان كده لازم ادي فبدي SCG بس بقى ما استناش كتير يعني بعد 12 ساعه كويس او ماكسيمم 24 ساعه ما استناش 36 ساعه والا الاوسايد دول هيفرقعوا بطنها بقى انا ما عملتش حاجه انا عايز انا اللي اخدهم خلاص انا عايز انا اللي اخدهم. فبالتالي بعمل لها بعد الداون ريجوليشن اتش ام جي يوم اول لا اليوم الثاني الرابع السادس مش عارف ايه لحد ما اوصل ليه ان بقى عندي فوليكلز كتير حجمهم من 18 ل 20. مدام انت النهارده هديكي حقنه الاس سي جي تجيلي بكره زي دلوقتي بالظبط خلاص بكره زي دلوقتي بالظبط قبل ما 36 ساعه عشان ما يحصلهاش هي نورمال اوفيليشن لوحدها فتجيلي بعد 6 بعد ال 24 ساعه بكره زي دلوقتي عشان انا اعمل حاجه اسمها اوسايت ريتريفل اخد البويضة باخدهم ازاي ترانس فاجينال ولا ابدومينال؟ هو هما موجودين فين البويضات في الاوفرز؟ الاوفرز دول موجودين فين في اليوترس في البريتونيوم اللي هو في مكان اسمه باوتش اسمه ايه ده دوغلاس باوتش. دوغلاس باوتش لو انت عملت بي في اكزامينيشن هل انت اكسسبل بالنسبه لك الدوغلاس باوتش الاوفرز ولا ان اكسسبل؟ انا مش اكسسبل يعني انت لو جيت تعمل لها بي في اكزامينيشن فاهم هو الاوفرز دول موجودين فين يا دكتور؟ يعني هل انت ممكن باي بي في اكزامينيشن تحس الاوفرز ما تحسش الاوفرز؟ مين بيقول ما احسش الاوفرز؟ جاست انك انت تفيل اليوترس لكن الادنسي دي او الاوفرز ده موجودين على الليفل بتاع اليوترس ولا تحت ولا فوق؟ تحت. مش هو مش هي اليوترس مش عامل كده اليوترس والاوفرز كده يعني على ليفل تحتيه على ليفل تحتيه يعني تحتيه تورد الفالف ولا تحتيه تورد فوق؟ تحتيه. طب انا حسيت اليوترس الادنكسه مش هحسهم لو عملت في؟ حسهم ولا لا؟ مين بيقول احسهم لو عملت في في كده؟ بي في على فكره بي في يعني حسيت بس صباعين جوه الفاجاين اسمه بي في. طب امال باي مانوال؟ لا وايدي الثانيه على بطن العيانه ليه؟ عشان بين صباعين اللي جوه عند الفاجاين فبيخبطوا في السيرفكس وبين ايدي اللي على البطن انا حسيت اهو اليوترس اهو. ممكن اجي لاترالي كده واحس الانكسا او الاوفريز على الناحيتين ولا لا؟ لان هم دول بعاد فمش هعرف. مين بيقول بعاد فمش هشوفهم مش هقدر انا احسهم؟ طب مين بيقول لا قريبين اكسسبل ممكن ان انا اشوف هم تحت اليوترس ولا فوق اليوترس؟ طب تحت اليوترس يعني مور اكسسبل ليا ولا لا هاير مش اكسسبل ليا؟
ايوه على جنب، يعني على جنب في الشارع، على جنبه، على جنب فين؟ ما هو 10 سنتي مش كده، مش هم 10 سنتي 10 سنتي 10 سنتي وايه تورشوس، هي البتاعه دي تورشوس مش كمان فرده كده نفسها 10، صح ولا لا؟ فتورشوس 10 سنتي لورا، خلاص، بحيث ان ساعات الاوفرز بنقول عليهم كيسنج اوفرز لو قعدوا بعد ورا كده، خلاص. وانت عملت بي في اكزامينيشن، فانت حسيت اليوترس هنا، وبعدين اوفرز ممكن تحسهم على ان بو سايدز اوف ذا يوترس ولا لا؟ ما يتحسوش، مش هيتحسوا، حسوا جدا، حسوا موت، حسوا قوي، حسوا بري اكسس. دول في الشيء ده، ده فرق بينك وبينهم مين؟ فرق بيني وبينهم الفاجينال وول والبريتونيوم بتاع دوجلاس باوتش. بمعنى ان انا لو حطيت نيدل مثلا انا ممكن اخرم عوار الاوفر، فاهمين ولا ايه؟ يعني نيدل اللي هو نيدل الحقنه، حقنه اللي بتاخدوا بيها حقن، حقنه. فانت لو حطيت كده النيدل دي انت خلاص يو اكسست الاوفر، يو اكسست الاوفر. فبالتالي ايه اللي انا بعمله؟ يبقى كده انا عايزه، احنا وصلنا للستاب داون ريجوليشن اتش ام جي اكس جي، عملت لها الترا ساوند. مدام ده احنا عندنا فوليكلز حلوه قوي، خدي النهارده الاكس سي جي وتعالي لي بكره زي دلوقتي. ايوه عشان نعمل ايه يا دكتوره؟ عشان اخد اووسايت ريتريفل، اخد هذه الاووسايت. هاخدها ازاي؟ من انهي روت؟ فاجاين الروت ولا ابدامن الروت؟ طبعا فاجاين، طبعا فاجاين، طبعا باخدها فاجاين الروت. ايه اللي حصل في فاجاين الروت؟ شايفين شايفين الصوره اللي فوق دي؟ الصوره اللي فوق دي الست نايمه على ظهرها، اهو السكرم والسباين وكده، نايمه على ظهرها، ده الريكتم والكولون والبتاع ده، ده التي في اس ترانس فاجينال سونوجرافي، البروب بتاع الفاجاين الالترا ساوند. يبقى محطوط في مكان لابره كويس، لان الفاجاين السونار اهو جايد باي الترا ساوند، فانا شايفه السونار، انا بص على الشاشه شايفه السونار وشايفه البروب بتاعي وصل لحد فين، خلاص. وانس ان انا اريتش الاوفريز، انا اي ريتش الاوفريز كويس، بروح مدخلها هذه النيدل، او شايفين ده الاوفري، الاوفري اهو كويس اللي هو باين هنا بالسونار قدامي، بروح مدخلها النيدل جوه واعمل نيجاتيف ساكشن بريشر جوه الدوائر السوداء دي، لان الدوائر السوداء دي هي فوليكل وجواها اوسايد، فوليكل وجواها اوسايد، فوليكل وجواها اوسايد، فاخش جوه الفوليكل واعمل نيجاتيف ساكشن بريشر عشان اشفط هذه الاوسايد كويس. وبتبقى كونكتد لتست تيوب، ادي بتاع المعمل تست تيوب، اجي ولا لا فيها اوسايد؟ لا، يقول لي اه فيها اوسايد، فيها اوسايد، نقعد نجمع كده في الاوسايد على الاوفري اليمين والاوفري الشمال، اجمع كل الفوليكلز اللي انا قدام، هم كلهم كبروا بمعنى ان هم هيبقوا اتراتيك بعد كده، يعني ما حدش هيستفيد بيهم، طب ما ناخدهم، ناخدهم عندنا. فناخد هذه الاوسايد، نعمل اوسايد ريتريفل، اي ريتريفل 5 10 15 20 وات ايفر، انت يو ريتريفل كام اوسايد. فيبقى الاول بنعمل داون ريجوليشن اتش ام جي اتش سي جي فوليكلومتري فوليكلومتري، وانس ان احنا وصلنا لدوميننت فوليكلز ادي اتش سي جي كويس، وبعدين اقول لها تعالي بكره ابتدي اعمل لها اوسايت ريتريفل ترانس فاجينال سونوجرافي كويس بالنيدل، اشفط الاوسايت، اشفط البيض اللي موجود او البويضات اللي موجوده دي، خدت كل الاوسايت اللي موجودين. اندر انستيزيا ولا لا؟ اه سكره واتحركت وكده، ده انت وراك ايه؟ ورا الاوفر ايه؟ دي موجوده في الاوفيريان فوسا الياكس، مش كده ولا ايه؟ الياك فاسلز. فانت لو دخلت بس كده، عشان كده لازم جايد باي الترا ساوند عشان ما تعورش الياكس ويجي لها انت بريتونيل هامرج وكلام من ده، تفتح بطنها بقى والحق وكلام من ده. فانت لازم يبقى جايد باي الترا ساوند، لازم الست ما تتحركش، فطبعا اندر انستيزيا. فشفطت كل البيض اللي عندك، وبعدين صحيت العينه ومشينا العيان. البويضات دي هعمل بيها ايه؟ جوزها في نفس الوقت هيديني عينه، صح ولا لا؟ فخدت اهو معايا عينين تكسبير ومعايا الاوروسايتس، يا اما اي جي اف اسيبهم مع بعضيهم كده في باتري ديش ان هو يعملوا فيرتلايزيشن لبعض، يا اما ان انا اروح واخده تحت الميكروسكوب كل سبيرم ادخله جوه ايتش اوروسايت، وبعد كده عندي سبير فيرتلايز اوفن فيرتلايز اوفن فيرتلايز اوفن، اقعد افيرتلايز كل الاوروسايتس اللي عندي كويس، وبعدين اشوف بقى تاني يوم بقوا تو سيل ستيج ولا لا، بقوا فور سيل ستيج بعديها ولا لا، عشان اشوف الديفيجن ان هو بقى فعلا امبريو وبيحصل فيه ديفيجن للاوسايت، عشان لو حصل ديفيجن فيهم يبقى ساعتها هعمل امبريو ترانسفير للامبريو اللي حصل، لو ما حصلش ديفيجن يبقى ساعتها دول ديسكارد لان هم مش خلايا حيه، او يعني حصل لهم او كان في ابنورماليتيز او كده، فبالتالي دول مش هاخدهم. بقى تاني اوسايت ريتريفل، خدت كل الاوسايتس، يا اما ان انا واخدت طبعا الاكسامبل بتاعت السبيرم، يا اما اسيبهم مع بعض يعملوا فيرتلايزيشن لبعض، يا اما انا اللي اعمل. تفتكروا احنا دلوقتي ريسنت دايز بنعمل اكتر اي في اف ولا اكسي؟ اكسي. طب اللي يخليك تعمل كل ده
وستيميليشن وفلوس وبتاع وكلام من ده وريتريفر عشان اسيبهم بعد بقى. بس بعد كده للفيرتلايزنج كاباسيتي اوف ذا سبيرم، افرض السبيرم ما عندوش فيرتلايزنج كاباسيتي او ما حصلش كاتزونا في اللوسه بتاعتها تخينه يعني وتعمل، كان في فاكتور ثانيه وما ايه اللي مخليها ما تحملش اساسا، لا يبقى انا اتاكد واروح بس احقنهم دي ستات عبيطه اللي هي اللي فاضله. فبالتالي كله بيعمل دلوقتي اكس، مش بنسيبهم كده اي بي اف، كله بيعمل اكس كمان عشان كده بنقول عليه اي بي اف اكس يعني اكس مع الاي بي اف. فبالتالي انا رحت عندي بقى كده دلوقتي فيرتلايز اوفر، تكلمني الست ثاني يوم هي دكتوره بقى عندنا اخبارنا ايه، عندنا اجنة ولا اجنة هايين جدا، في اتنين مثلا جريد 1 واحد جريد 2 يعني حلو ولا مش حلو يعني، لو لقينا الاجنة كلهم حلوين بنديلها اتنين، حاش بينا اكتر من اتنين دلوقتي عشان لو نقلت اكتر من كده هيجي لها ممكن انسس اوف ابورشن وبري تيرم ديليفريز وكده بيبقى عادي، فبتنقل اتنين. طب والباقي بنجمدهم تجميد اجنة او كراي بريزرفيشن ليهم، بنجمدهم فعلا بنجمدهم بس بنحلها تاني. طب تجيني على اي يوم اعمل لها امبيرو ترانسفير، يبقى انا كده عملت اهو الاي بي اف اكس بتاعي. وبعدين عايزاها تيجي بقى بقى عندنا عجينه حلوه يا مدام، عندنا خمسه هحل اثنين وهجمد الثلاثه. طيب اجي لك امتى يا دكتوره؟ احنا امبارح اللي خدنا الاوسايت ريتريفل ودلوقتي اهو حصل، يا اما على داي 2 داي 3 او داي 5. ايه الفرق؟ كل ما استنى هيحصل ايه للفيرتلايز اوفر؟ مالتيبليكيشن. فبالتالي انا اقدر اختار بيست كواليتي اوف امبريوز اللي هي بيحصل لهم مالتيبليكيشن. كل ما استنى برضو هيحصل ايه؟ ممكن ان هو ما هو الاندوميتريوم كده كده انا مديها بروجستيرون، يعني من اول ما عملت لها اوسايت ريتريفل بديها بروجستيرون عشان امنتن اليوتيريال فيس عشان انا هرجعهم جوه اليوترس فلازم يبقى بروجستيرون خلاص. طيب بالنسبه للفيرتلايز اوفر ما ممكن كمان يموت، ما انت بتحاول الانفايرمنت يبقى زي اليوترس وكل حاجه، بس انت بتكاري الريسك انه تبقى ليفت اوفر داي 5 ده من غير ولا جنين، انت كان عندك ثلاثه في الاول وبعدين ماتت. فكل ما يكون عندك عدد كبير كل ما تقدر تستنى لليوم الخامس وتنقي البست كواليتي. لكن انا لو طلعت باثنين اجنه فلا تعالي لي بكره نلحق ننقلهم وخلاص نشوف حظنا، فاهمين ازاي؟ ما على حسب على حسب يعني كل حاجه ليها البنفيت والريسك بتاعها. الدروباك البنفيت ان انت هتنقي بست كواليتي اوف، ايوه بس لازم عندي كتير عشان انقي بست كواليتي. لكن لو اساسا ما عنديش غير واحد ولا اثنين ولا ثلاثه، طب ما هستنى ايه؟ ما ممكن يموتوا بره اساسا لان هم ما حصل لهمش ديفيجن على ديتو. فانت ممكن تحن عند داي 2 عند داي 3 عند داي 5. طب 4 لا ليه؟ لا ان هو لو نحن عند داي 4 بيبقى ريزلت وحش قوي. ليه؟ ما هو كله ما يعني مش واضح ليه. بس انت فينا عند داي 2 عند داي 3 عند داي 5 بتحن لها او بتعمل لها امبريو ترانسفير داي 2 داي 3 داي 5، وطبعا بتبقى انت عامل لها اساسا بروجستيرون سبورت. بروجستيرون سبورت تل هاو لونج؟ 14 دايز؟ كل الفيرست ترمستر. وانا هعتمد لسه على الاندوجنس بروجستيرون بتاعها، ده انا عامله كل ده عشان اجي في الاخر اقول لا الاندوجنس بروجستيرون لا طبعا. كل الفيرست ترمستر طبعا لو حصل بريجننسي، لكن افرض ان هي بعد اسبوعين عمل بريجننسي تست طلع نيجاتيف خلاص ما فيش ما يدعو ان انا اديلها بروجستيرون كل الفيرست ترمستر. لو حصل بريجننسي هي هو اللي بديها بروجستيرون لكل الترمستر، لو ما حصلش بريجننسي خلاص يبقى احنا بعد اسبوعين نيجاتيف بريجننسي تست ما دام بطلي. ايه ده انا ما حملتش؟ ازاي ما حملش؟ ازاي ما حملش؟ ازاي ما تحملش؟ الحمل الطبيعي ربنا بتاع حاجه يعني كده اللي هو كل حاجه كلها كام بيرسنت؟ هل بعد الفيرست انتركورس لازم 100% كل الستات بيحملوا؟ طبعا ده بعد الترايل فيرست انتركورس او سنجل انتركورس 25% اللي بيحملوا. طب ده بتاع ربنا، امال احنا بتاعنا هيبقى ايه؟ بتاعنا هيبقى ماكسيمم 30% 35%. فعشان كده لازم تبقى كونسلنج البيشنت ان بعد ما تتعامل في كل القصه دي وبتاع هو الانسس اوف سكسسفل ريت اوف اي اي اكس سي ان بست هاندز وبست سنترز وكده من 30 ل 35%. فيسمح لكش يا اما هتجربها في السايكل اللي بعدها، يا اما تريح سايكولوجيكالي شهر شهرين ثلاثه وبعدين تجربها ثاني لو هي عايزه ان هي تجربها ثاني. فهو ده الاي دي اف اكس. في سؤال في القصه دي يا دكاتره؟ دكتور هو انا لما باخد الاوموسايت من الفوليكلز بسيب ده بيبقى كورفس لوتين ولا بيبقى حاجه؟ هو ده المفروض ان هو بيبقى كورفس لوتين، والمفروض ان هو يسكريت بروجستيرون. بس ايفن انت حتى لو مش هتعتمدي على كميه البروجستيرون دي راح تبقى دي فاكت، فلازم تدي من بره وما يخسرش، يعني مش ان لو زاد البروجستيرون يبقى عندي كده. انا بقى خدنا الانفيرتيليتي اللي ما تانيش الامتحان يديهولي دلوقتي. المحاضره الجايه بتاعت يوم الخميس هشرح الاول البي سي او والهيرشيتيزم والهايبرولاكتينيميا، وبعدين نحل مع بعض ونصحح مع بعض الامتحان. المحاضره الجايه مش هتبقى طويله كويس، فعشان كده انا